أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم ضيفنا أخوي وحبيبي رياض، أمير البحث شجاع البغدادي. خلينا نرحب فيه بالبداية. أهلا وسهلا فيك رياض. يا هلا ومرحبا أخي جان، كيفك؟ مشتاقين وطالت الغيبة مثل ما بيقولوا، وتحياتي أيضا لجمهورك والضيف العزيز كلهم. تسلم يا طيب، تسلم. بصراحة الغيبة يعني أظن انتهت ونبدأ نشاطنا من جديد يعني، وأكيد بجهودكم وبجهود كل الأصدقاء النشاط راح يكون دبل، أو إذا ما كان أكثر من الدبل ما بعرف يعني. أنا نذرت نفسي لكم يعني، للملحدين وللمؤمنين سواء. على كل قبل ما أدخل على الحلقة وقبل ما أحكي معك رياض، في شخص قال لي عرف لي الإلحاد، وأنا وعدته بصراحة يعني إنه نعرف له الإلحاد في أول الحلقة، فيا ريت تتفضل أنت تعرف لنا الإلحاد حتى أنا أجي أعرف الإلحاد كمان، كل واحد بنظرته طبعا. للشرف، شكرا لك. وطبعا بخصوص نشاطاتك بقول لك اذهب الى الامام والريح بظهرك، واحنا كلنا معك. ثامز اب. الالحاد طبعا من اهم الاسئله. ليش من اهم الاسئله؟ لانه هنالك سوء فهم على مدى كبير جدا، ويبدو ان الكثير من الناس لا زالوا متاثرين بالتعريف الكلاسيكي، التعريف القديم للالحاد. ولكن اليوم في هذا القرن وفي هذا الزمن، اذا في احد من الملاحده يختلف معي بالتعريف فليتفضل، ولكن لا اعتقد، اعتقد ان 99.9% من الملاحده سوف يتفقون معي على هذا التعريف. انه، شوف، دير بالك من الكلمات، هي تقول عدم كفاية، شوف، عدم كفاية الأدلة التي من خلالها نستطيع أن نتحقق من وجود كائن اسمه إله. أو شوف، هذا يعني أي الله من الآلهة، إله الإسلام، إله المسيحية، إله اليهودي، المهم بين قوسين إله. فعدم توفر أو كفاية الأدلة بالشكل الذي يقطع ويجزم أنك تستطيع أن تقول نعم أنا متأكد، أنا متيقن أن هنالك إله. هذا هو التعريف بشكل بسيط. فماذا يفعل الملحد؟ يميل جهة أنه لا يجزم بوجود إله، ولكن يقول على ما يبدو حسب الدلائل وحسب البراهين، سواء كانت براهين عقلية سواء كانت براهين تجريبية علمية، يبدو أن ليس هنالك إله. هذا هو الملحد، وهذا الفرق الجوهري الذي يميز الملحد عن المؤمن، أو أنا أسميهم المؤلهة، لأن المؤله خلاص مستعد يفجر نفسه، مستعد يرمي نفسه من فوق الجب، متأكد 100% وعينه مغمضة أنه الله موجود. لكن لما تيجي تحاوره وتقول له يابا وين الدليل، تشوفه طقع طي على قولتنا، أنه ما يلا شوية رز على مهلبية، هذا الله موجود إذا. يقول له بالعافية عليك، اشبع فيه. ما أعرف أنت شو رأيك خيجة. بصراحة يعني هو الإلحاد، يعني أنا بالنسبة لي طريقة، يعني طريقة لفهم الحياة. يعني أنا بغض النظر عن التسميات، يعني في منك بقول لك لا أدرية ولا يعني كل هالتسميات هي، أنا ما بتهمني بصراحة، لأنه كلمة ملحد ولا لا أدري، هل التسميات هي، خلينا بالبداية قول أنا ما بتهمني. أنا شو اللي بيهمني؟ الأسلوب بهالحياة، يعني كيف بدي أفهم الحياة. أنا بفهمي للحياة هاي، أنا بفهم الحياة بطريقة علمية، بطريقة مخبرية. إذا صادفني أي شيء أنا لازم أتأكد من، يعني خلينا نقول هلا يجينا محمد ذات نفسه ويجيب بغلته ويطير فيها قدامي، ماشي، طار فيها. طيب يعني هل سأسلم له إنه أوكي خلاص ماشي الحال، والله أنت سويت معجزة، الحمار ما بيطير طيرته، أنا راح أؤمن فيك؟ بكل تأكيد لا، أنا ما راح أؤمن فيه على العميان. يعني أنا أول شيء راح أسأله كيف طار الحمار؟ شو الأسلوب اللي خليته يطير؟ يعني لازم يكون في ميكانيكية إنه الحمار هذا يطير فيك، يعني ما مستحيل الحمار يطير. أوكي أنت سويت شغلة معجزة، الإعجاز هو يعجز العقل الغير قادر على التفكير. صح.
فبالنسبة لي الإلحاد هي طريقة علمية لفهم الحياة، لفهم كل شيء حوالينا. أنا ما بقدر يعني أي شيء ما بقدر أفهمه هلا، ممكن في المستقبل أفهمه، يعني ما هي شغلة كثير عظيمة. بالنسبة لدلائل الإله، يعني كل الدلائل، يعني ما في إله. يعني إذا جينا على الديانات ذات نفسها بتجي بتشوفها إنه هي مجرد إجابة على الأسئلة القديمة، من نحن وكيف أتينا ولما نحن هنا، بطريقة بدائية، لأنه بهذاك الوقت ما كان في الأدوات السليمة للإجابة على هالأسئلة. الأدوات العلمية ما كانت موجودة، فالإنسان بشكل ضروري وبشكل حتمي لازم يخترع في مخيلته أشياء خيالية يقدر يفسر فيها الطبيعة، يعني من كل بدءا من وجوده مثلا كوجود، الولادة والممات وهالأشياء هاي، حتى الرعد والظواهر الكونية والظواهر الطبيعية هاي. فمن الطبيعي تجي الخرافة. فالإلحاد هي نظرة علمية للواقع للإنسان، ونحن بنقول هيك بننادي إنه نحن ملحدين بهالأديان هاي، لأنه ما في دلائل كافية، أو الدلائل كلها ضد الأديان يعني. نعم فإذا في إله ولا ما في إله، خلونا نبحث سوا، وما هو عيب نقول ما بنعرف يعني، ما هو عيب. هذه النقطة أيضا اللي حضرتك أشرت إليها المهمة أيضا، أنه بيقول لك بالإنجليزي يسألك what's your bugle، يعني شو مشكلتك، فأقول له هي المشكلة بالمباشرة، شلون عندك بكرة القدم ضربة حرة مباشرة. المشكلة المباشرة هي مع الدين قبل أن تكون المشكلة مع الإله، لأن الإله بكل بساطة وإن وجد فقد يكون إله الربوبيين اللي هم أيضا إخواتنا، يعني موجودين كلا دينيين معنا تحت نفس المظلة. هذا ليس الرب، يسموه الرب، هذا ليس الرب اللي أنا عندي مشكلة معه. هذا إن وجد أم لم يوجد ما راح يكون بالتأكيد الإله الذي يريد أن يشويني بالنار مثل المنقلة ويسويني تكة وفشافيش. أيه هذا الإله غير شكل، هذاك غير واحد، واحد إله بعثي وإله ليبرالي. إحنا عندنا مشكلة مع الإله البعثي. هذا هو قصدي. بالضبط بالضبط. طيب أنا بدي أبدأ من هالنقطة هي أخي رياض، يعني خلينا امبارح بصراحة صدف، يعني إنه في حطيت منشور على صفحتي وفي شباب إجوا علقوا بتعليق رخيصة جدا، يعني للأسف الشديد، يعني شتم شعوب كاملة. يعني أنا ضد إنه إنسان يشتم شعوب مهما كانت الشعوب متخلفة. طبعا برأيك يعني مثلا نازل بالعرب أو بالفلسطينية أو بالسوريين أو بالعراقيين جملة وتفصيلا، يعني السعوديين ولا مهما كان جملة وتفصيلا شتائم، لا يعني شو بترد على هيك شخصية؟ هو أقول جرب غيرها، لأنه ما راح تستطيع أن، هذا طعم مثل ما يقولون طعم، وأنت بعدين لما ترد عليه بحكمك إنسان ومشاعرك هي اللي تلعب والعواطف، فيستعملها ضدك. وبنفس الوقت أنه أنا أقول له لقد تحررت من هذه القيود الجنسيات وقيود العناصر ما أعرف يعني الألوان البشرة، وهذه كلها لم تعد تهمني. ليش؟ لأنه كلنا إخوة، ليس بالمعنى الديني ولكن بالمعنى البيولوجي، باعتبار أنا وأنت وحتى الكائنات كلها ننتمي إلى شجرة واحدة اسمها شجرة الحياة. خلاص هذه القشور زالت عن عيني، وأصبحت اليوم أراهم من عدسة الإلحاد أو عدسة اللادينية بشكل كلهم سواسية، لا يوجد فرق. الفرق الوحيد هي ثقافات، تستطيع أن تقول طبعا شيء أكيد، المنطقة الفقيرة اللي ربما تفتقر إلى التربية الصحيحة أو التعليم الصحيح، أكيد راح يكونوا ناس مثل ما نقول إحنا يعني على البساطة. يختلف عن الإنسان المثقف الدارس الباحث الواعي. طبعا هذه بغض النظر عن الدول، هذه تجدها في حتى بإنجلترا، حتى في كندا موجودين. يعني قلنا دائما أمريكا اللي هي على أساس دولة عظمى 45% من سكانها، كم يبلغ سكان أمريكا؟ تقريبا 270 مليون نسمة.
45% يصدقون كل ما هو مكتوب في سفر التكوين أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام لأنه مستعجل. و... إيه رأي مستعجل. ف... شهر بضاعة يعني أقل شيء الزلمة هذا يصرع. إيه صح. وأروح عليهم بالساندي سكول أشوف المعلم وهي معلمة وخطية مساكين على قولتكم خطي الأولاد كلهم اللي عمره 6 سنين 7 سنين شو هاليوم الدرس؟ راح نعلمكم عن الفيزياء ولا راح نعلمكم عن الكيمياء؟ لا راح نعلمكم انه كان في شخص اسمه يونان بلع الحوت وظل ببطن الحوت 3 أيام هالمسكين لحد ما استجاب الله لدعواته. دخلك كيف الحوت طلعوا؟ استفرغوا استفراغ هيك راح طلع النبي برا مثل الاستفراغ يعني يكرم السامع. ايه تفضل. هو بلا ما اطال حديثك اخي رياض هو في سمعت انه في اعجاز في المساله في قال في براسه في غرفه خاصه حيحط له غرفه خاصه ويعني 5 ستار يعني حيحط له تلفزيون وكنبه وتخت الزلمه بينام وبفيق واكيد في قهوه وشاي وكل عنده كيبل تي في عنده كل شيء ببطن الحوت ساتلايت ويلعب أتاري بس يعني هسه معلش بس ما يخالف يعني هذه كانوا يحكوها الناس قبل 2000-3000 سنة هلا الوقت تغير ما فيك. شوف حتى في ناس متدينين بيقول لك إنه هذه على الأرجح إشارات رمزية وليست حقيقية واقعية في درس ممكن الواحد يتعلمها من قصة آدم أو من قصة يونا أو من قصة على فكرة يونا المسلمين بيسموه يونس العهد القديم بيسموه يونا وأنا مسميه عليوي لكن بغض النظر عن الأسماء هي كل ما قلنا لك يعني عندنا أشياء أهم يا أخي خلينا نروح نكتشف المريخ خلينا نروح نكتشف أشياء موجودة أهم خلينا نشوف لنا علاج لمرض السرطان يا أخي مرض خبيث ما في يعني دوكنز يحفظنا من هال واحد ما يعرف لذلك في اشياء اهم بهذه الدنيا خلينا نركز عليها. شو يونا بلع الحوت طز فيه يبلع الحوت ويبرز من برا كمان شو يعني المهم فهذا هي الفرق بيننا وبينهم بالضبط وانا بتمنى مو بس دوكنز يحفظنا بتمنى جلدة الحنفية تحفظنا كمان والله مشتاقين وتحية للدكتور جورج أكيد راح يكون معنا قريباً يعني أنا أتمنى يكون معنا في الحال بس ما بعرف إذا هو فاضي ولا لا على كل طيب في تعليق أنا شفته إن الجهر بالحق خلينا نقرأ طبعاً خلينا قبل ما أبدأ بالتعليق هذا أصدقائي أنا بعد 10 دقائق راح أفتح السكايب وحوار مفتوح بينكم وبين الأخ رياض وطبعاً إذا تشملوني معكم أنا كمان يعني بكون شاكر لكم ويا ريت تسجلوا أسئلتكم وتعليقاتكم تحت الفيديو حتى نقدر نوجهها للأخ رياض وإذا في شيء ممكن أنا كمان أساعد وأجاوب فبكون ممنونكم كتير. طبعا خلينا نبدأ بس في واحد عم بيقول كاتب لي إن الجهر بالحق خير وباعتراف أئمة الكفر لأنه فطرة أثبت أنت أن الجهر بالإلحاد خير شو رأيك؟ هو عم يقول أن الجهر بالحق خير وشهادة أئمة الكفر مثل جلدة الحنفية وداكونز وكل هالجماعة هاي فأنت أثبت أن الجهر بالإلحاد حق تفضل. أنا أشوفه من منطلق أنه كفانا اختباءً لأن بلداننا تمزقت أنا كعراقي بلدي تمزق وأنت أيضا كأخ سوري أيضا بلدك للأسف تمزق وهي من أجمل البلدان. شوف أنا كم لفيت الدنيا وشفت عالم كل هالبنايات ناطحات السحاب ما تسوى فلس قدام نخلة عراقية أو قدام نهر الفرات بسوريا أو حلب أو هاي المدن التاريخية اللاذقية ودمشق يعني في غنى احنا لا نقول هذا لانه نحن شرقيين لكن الحق يقال احنا بلادنا تاريخيه اصيله قديمه بها تراث بها حضاره بها كل شيء اللي تريده موجود لكن للاسف هذه المشاكل الدينيه والقمع هي مشكلتها القمع الديني فتشوف المسكين الشرقي بغض النظر عن كونه عربي او كردي
أو آشوري أو سرياني أو شركسي، كلهم ساكتين خايفين من حد الردة. هذا الخوف يرجعك لي وراء ويسكتك، لكن في هذا الوقت نحن بحاجة إلى المجاهرة، بمعنى أنه يا ناس اصحوا، يعني هي ثورة، اعتبرها انقلاب، ليس انقلاب مسلح، وإنما انقلاب فكري، انقلاب بالقلم. نحن هذا هو السلاح، سلاحنا هو القلم، الثقافة، العلوم، الثقافة والعلوم هي التي نستخدمها من أجل المواجهة. وإن كنا على خطأ، فتفضل أيها المؤله اثبت أن نحن خطأ، بين وين دليلك وين برهانك، حتى أن تبين العكس، والاعتراف بالحق فضيلة، أنك أنت هو المخطئ وأنت هو المتسبب في المشاكل الطائفية والتكفير. ما هي مشكلة التكفير؟ يا ريت لو بس كلمة يقولها ويسكت وينخرس، لا، فيها قتل وفيها سفك دماء، وإحنا رأينا ذلك يعني بأم عيوننا في المولات وفي مكان تجمع الناس المساكين، جاي يتسوق، رايح السوق، يريد يشتري عيدية لابنه يفرح ابنه، ما تشوف إلا واحد همجي سلفي فجر نفسه، وهو مفكر أنه حيروح الجنة وحور العين ونفس الشريط والأسطوانة القديمة المشهورة. إيه، فهذا هو الجهر، أنا أعتبره حق إذن بهذه الحالة، لأنه أنا أريد الخير من أجل الشعب، من أجل البلد. فإذا كل الناس، أريد أقولهم يا جماعة كونوا عقلانيين، هذا هو المقصد من الجهر، كون عقلاني وكون منفتح واسأل وخليك حر. إذا هذه طبقت، أنا متأكد بلداننا سوف تكون على أفضل ما يكون مقارنة بالبلاد الأخرى، وهذا هو الحق، يعني هذا هو الخير اللي أنا أقصده. ما أعرف شو رأيك خيجان؟ بكل تأكيد أنا معك 100% أخي رياض. يعني بصراحة الخير اللي بالجهر هو المشكلة، يعني الناس بتخلط، يعني هلا في شوية صيصان مثلا عم بيلحقونا، وأنت بتعرف الموضوع هذا، إنه ليش عم تجهروا وعم تعرضوا شبابنا للخطر وهالمسائل هاي. طيب نحن إذا جهرنا كلياتنا في وجه هالطاغوت الديني هذا القذر اللي دمرنا ودمر شعوبنا ودمر مستقبلنا ومستقبل أطفالنا ودمر بلادي، يعني أنا مدينتي حلب صارت على يعني ما تم فيها شيء، يعني حجارة فقط يعني صارت. فإذا جهرنا كلياتنا ووقفنا بوجه هالطاغوت هذا ووقفنا سفك الدماء هاي، يعني كم من الوقت وكم من الدماء رح يعني مثل ما اقول رح انسى السيف هي بالعربي، ما بعرف شو بيقولوا له، نسيت ما الكلمه، يعني ننقذ الحياه، ننقذ البشر. يعني اليوم اذا واحد عم بيلومك على واحد مات ولا اثنين ماتوا ولا ثلاثه ماتوا، طيب وهل الأموات اللي بالمئات الآلاف، يعني الله مثل سوريا، يعني صار تقريبا 1,000,000 ضحية يعني و13 مليون مشرد، هل 13 مليون مشرد ومليون ضحية هاي بس بسوريا؟ بالعراق بس للحرب الإيرانية الدينية بين السنة والشيعة، الحرب الإيرانية العراقية كلفت 1,000,000 شهيد مثل ما بيقولوا يعني. طيب هل ملايين هاي مقابل 3-4 ولا 10 ولا 100 ولا 200 ولا 1,000 من الملحدين؟ يعني شو بعدين نحن بثورة؟ نحن بثورة، الثورة شو بدها؟ الثورة الثورة بدها رجال تضحي، بدها تضحية، واللي ما وقت دايز يتخبى ببيته، يعني ما يطلع يحكي، صح اللي ما وقت دخلي يتخبى ببيته، مثل النسوان يطلع يبرك بيته ما يطلع، يعني اللي بده يطلع يحكي بده يكون رجل قد كلمته ويطلع يحكي، مو من وراء الشاشات مثل الصيصان بس وكلمتين ثلاثه على الفاضي. رايت بده الثوره، نحن بثوره، يعني ثوره فكريه، يعني ثوره فكريه ما بدها تضحيه. صح انا معك في كل ما قلته اخي جان، وعلى نفس الخط، هي فعلا ثوره، هي ثوره فكريه، ثوره عقليه، هي اصحوا من النوم وانتم شهود على ذلك. انا اكثر شيء ضحكني خيجان بالاخبار، طيب جيش الفلاني عم بيقاتل الدواعش، طبعا شعار الدواعش الشهاده الاسلاميه، فلما يصير انتصار او شيء بياخذ العلم، ما بيسترجي، يعني هذا علم الدواعش الاسود اللي مثل وجوههم، علم الدواعش ما
ما بيسترجي يعني يبزع عليها أو يدعس عليها بجهه، لأنه مستحي، مكتوب عليها اسم الله ومكتوب عليها اسم قثم محمد، فبشي بيطويها بيطويها بيحطها بجيبته على أساس أن هذه غنيمة من الدواعش. والتناقض هذا واضح، أنه أنت كمان عندك راية يمكن باللون البرتقان أو باللون الأصفر، كمان مكتوب عليها الله وكمان مكتوب عليها طيزي، العفو. فنفس المشكلة، يعني أنت قد تناقضون نفسكم، أنت واحد مسلم ضد، بغض النظر عن أنت مسلم وهو مسلم، أنت خربت البلد كلها ودمرتها، وأنت أيضا دمرت وخربت البلد، يعني واحد أضرب من الثاني، لا أنت أحسن منه ولا هو أحسن منك، أنتوا في نظري سواسية لأنه أنتم مخربين مهما حاولت. يعني انت يعني شو هل الجماعه الاسلاميه اللي هم عكس الدواعش اذا استولوا على البلد هل هذا معناته ان البلد راح يكون بخير؟ يعني دعنا نقول انكم انتم يعني تخلصتوا من الدواعش وسيطرتوا على البلد، وشو بعدين؟ يعني شو حتصير حضاره؟ راح تصير فكر ومعرفه؟ راح ترجع خديجه لعادتها القديمه، على قولتنا ذاك الطاس وذاك الحمام، هي على قولتنا ويكرم السامع الخرا اخو البول. اقولها بحكيها بالمشبرح. ايه تفضل خي. يعني 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 هلا بدي افهم انا، لما هلا مثلا علي وعمر، خلينا نيجي من الجذور الاصليه، يعني محمد لما مات اندفس وخلصنا منه، طلعونا تحت سقيفه هي بني بطيخه، راحوا اتقتلوا. يعني هلا لو عمر وعلي ساحبين السيف على بعض، يعني اذا علي حكم ولا عمر حكم، شو الفرق؟ يعني ما هو كله اتباع هالقثم هذا النجس اللي قولت رسول جلدة الحنفيه القربوع النجس هذا. يعني فشو فرق بين واحد علوي يمسك الحكم ولا واحد سني يمسك الحكم ولا واحد شيعي؟ ما كله عم يطبق نفس الاسلام ونفس المبادئ بطريقه مختلفه، بس الشيعي بيصلي لما بيصلي بيحط ما بيحط ايده على بطنه ولا برفع، يعني نفس الشيء. خلونا نشوف، يعني الموسيقى عند اثنين حرام، المرأة عند اثنين مظلومة، القتل عند الجوز، يعني قطع الايدين بالقرآن، يعني هذا القرآن ما اثنينته ما بيختلفوا عليه، ما بيختلفوا. فالضحية بالنهاية نحن الضحية، نحن اللي دمرت بلادنا، نحن اللي انتهك مستقبلنا. يعني نحن بوضع انا وانت رياض، يعني ما لازم نكون هون موضوع، يعني هالموضوع نحكي عليها الدين السخيفة الخرافي هي نقعد نقضي ساعات عليها، ما لازم يكون وضعنا، يكون وضعنا بمجالات ابداع اكبر بكثير من هالمجال هذا، نقعد على اليوتيوب ونحكي على 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 ثقافه سخيفه الى ابعد الحدود، هي الثقافه الصحراويه الاسلاميه. أنا بقول لك شو لازم يكون المفروض، إنه أنا وأنت عايشين في أوطاننا، وطني وإن جارت، فنكون عايشين بأوطاننا بحرية وديمقراطية وتقدم وازدهار، إلك حق إنك تشتغل، إلك حق إنك تعبر عن رأيك، إلك حق إنك تأخذ أولادك على المدرسة وتشوفهم يتخرجون، كل هاي في بلدك أنت، في وطنك أنت، مع ناسك ومع أهلك، بغض النظر عن رأيك، بغض النظر عن توجهاتك الشخصية. هذه انطبقت في دولة عربية واحدة، هاي تعتبر إنجاز عظيم، وما أعرف إذا أنا راح أشوفها في حياتي أو أولادي في حياتهم أو أولاد أولادي، لا نعلم. لكن للأسف يعني سبقتنا دول أوريدي إلى هذا المجال، وهذه الدول فيها المسيحي وفيها الملحد وفيها الشيوعي وفيها كل شيء، لكن متعايشين مع بعض بسلام ومتقدمين، ليش إحنا لورا وهم لقدام؟ فهذا المفروض، المفروض ان انا ما اتغرب في بلد ما كنا الثلج تحت الصفر ومتبهدلين ومع شعب يمكن ايضا يعني في بعض الاحيان نواجه العنصريه وثقافه غير ثقافتنا ولغه غير لغتنا، يعني هذه الغربه بهدله بصراحه، الغربه بهدله. فالواحد يحب ويحن الى وطنه الاصلي ويعيش فيها محترم معزز مكرم وراسك مرفوع، لكن الدين هو الذي يقف عائق أمامنا، الدين هو اللي يمنع كل هذا من الحدوث، بالإضافة إلى السياسة، لكن الدين يلعب دور كبير جدا أيضا، الدين، ولا شو رأيك؟ معنا اتصال من الأخ جانو، أخي جانو حبيبنا،
حبيبنا على طول أنت السباق، تفضل حبيبي. حبيبي جان، تحياتي لك ولحبيبنا رياض الخفرجي أبو يوسف الورد. طبعا اليوم كنت شغال من وراكم، طبعا قناة الأدرس كان في كافر مغربي ودكتور جورج وليث والمجموعة تبع أخواننا كانوا موجودين وراء. خلاص إجا دور أخسال، هلا لسه ما خلص مع أستاذ نضال، كنت بتفرج وأنتوا جيتوا يعني شوية لازم تنسقوا مع بعضكم الأوقات مشان نقدر الكل يشارك في 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 البرنامج، الكل بيقدر يشوف البرنامج بشكل مباشر. هذا فقط للتوضيح. بالنسبة ما بعرف بالضبط شو هي المحور تبع الحلقة اليوم. طبعا أنا بتفق مع الأخ رياض بكل ما قال، وأنت نفس الشيء، يعني إحنا صار عندنا انفصام، إنه الدولة بتعارك مع الدواعش والدولة نفسها عندها قوانين مأخوذة من الدواعش. يعني كيف تقدر تقاتل فكر وبنفس الوقت أنت مأخذ الفكر وتطبقه على المواطن العادي؟ فهذا من أهم التناقضات اللي موجودة في دولنا. وتحياتي لكم وبحبكم. شكرا لك جانو. بصراحة جانو يعني الأخ كافر مغربي راح يكون معنا قريبا ببرنامج الجهر هون، وأكيد يعني الأخ جورج راح يكون معنا والأخ ياسر وكل هدول يعني. وبمناسبة التنسيق يعني بصراحة هو كل واحد بصير عنده وقت عم يسجل. ف صح بس مشان فقط مثلا شخص مثلي بيقدر يتابع كل نشاطاتكم وبيقدر يشارك معاكم في كل الأوقات يعني. أكيد ما بحب إنه أترك أخي سال أو أتركك أو أترك أخي يسري ياسر، إنه مشان تكون يعني الفكرة توصل وكل يشارك فقط. هذا هو يا جانو، على الحالتين أنت بكرة ما راح تلحق. يعني مثلا من السنة، هذيك السنة لما بلشت أنا كان في إسماعيل، قبل أخونا إسماعيل، وبعدين جيت أنا، فالبرامج عم تكتر بصراحة. يعني أنا متوقع من هون لست سبع شهور ما تلحق يعني. بتمنى هالشي، بتمنى أكيد راح يصير يعني. فما بعرف أخي رياض، أنت كمان عندك برنامج، بس ما بعرف أنت يعني لما بلحق كتير متأخر. يعني حاولت كثير مرات وحتى موعدين أجلت بس مشان أقدر أكون معك أخي رياض في اللايف المباشر تبعك، بس ما أقدر مع الأسف. أنا أعتذر منك، أنا عندي شغلتين ماشيين ضدي. أكبر شغلة هي شغلة فرق التوقيت. جانو بس دقيقة واحدة، خلي شوف الأخ رياض شو بده. تفضل حبيبي جانو. طبعا احييك في البدايه واشكرك على الكلمات المشجعه. انا بس كنت بدي اقول لك انه في شغلتين ماشيين ضدي. اول شيء فرق التوقيت، انه اغلبكم في المشرق وانا في المغرب، فالساعات اللي بيناتنا للاسف لما انا افضى ويصير عندي مجال بتكونوا كلكم نايمين بالتخت، فهذه اول مشكله. المشكله الثانيه ايضا انه انا هذا العيب مني، اني ما جهزت، ما قلت لهم للناس يا جماعه راح اعمل بث مباشر بعد يومين او بعد 5 ايام. على طول هيك طخت براسي، يلا نعمل بث مباشر كاننا ما قاعدين على القهوه هيك شيء. انا بعتذر ونحاول نرتبها اكثر بالمرات القادمه، وبعتذر لك ولكل الجمهور. تفضل جانو اذا في عندك اي تعقيب. حبيبي بشكركم وبحبكم كثير وواصلوا. تسلم يا طيب، تسلم يا طيب. شكرا كثير لك جانو، شكرا كثير. شكرا لك حبيبي، شكرا. طبعا انا اشجع اصدقائي انه يتصلوا فينا ويشاركونا بالسكايب وصوت صوره صوت على الاقل يعني. في عندي سؤال من الاخ كريم عم بيقول تحيه طيبه للاخ جان والاخ رياض،
ألا يجدر تشكيل هيئة أو منظمة لتنظيم عمل وتوحيد أفكار معارضي فكرة الدين والدفاع عنهم؟ شو رأيك بالحكي يا أخي رياض؟ نعم، أعتقد هي هذه المنظمات والمؤسسات موجودة بالفعل، وربما في مرة من المرات وجهت إلي دعوة أيضا، لكن أنا أعتبر نفسي يعني independent مثل ما يقولون، أقوم بالعمل اللي يخطر على مثل ما تقول بالي أو اللي أنا أريد أقدمه. صراحة أحيي كل هذه المؤسسات، وصدق وأعتقد أن هي فعلا موجودة، هي موجودة في كل البلاد تقريبا الأوروبية وفي أمريكا الشمالية، مؤسسات عقلانية راشنال يقومون بمحاولة ولو بسيطة لرؤية المشاكل اللي موجودة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للملاحدة الذين يعانون من القمع الديني وبالأخص القمع الإسلامي، وهؤلاء الذين يبحثون عن مخرج وخروج، يعني اللجوء، احنا يريد يسافر ويطلع ويهاجر بسبب الظروف الصعبة. فهذه طبعا شيء أكيد موجودة، وأتمنى أنه يزيد عددها وأنه ينضمون إليها أكبر قدر، هم بحاجة إلى دماء مجددة، بحاجة إلى شباب. أنا عن نفسي يعني شوية كبرت مثل ما يقولون، وكسلت كسلان وقاعد بكندا وبنص البرد، وهذا التواصل الاجتماعي مثل اليوتيوب والفيسبوك هي الطرق والوسائل الوحيدة اللي أنا من خلالها دا أستطيع أقدم ولو شيء، نتفة ولو شعرة ولو شيء بسيط. وجاهز بنفس الوقت إلى كل الإخوة اللي يمدون يد المشاركة معي، أهلا وسهلا، ما عندي أي إشكالية وما عندي أي مشكلة، وجاهزين بالخدمة. نعم. طيب، في معنا اتصال من الأخ معروف، تفضل أخي معروف. مرحبا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا أخي معروف. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تحية كبيرة من القلب للحبيب الغالي حبيب الأستاذ رياض. حبيبي على رأسي من فوق، شرفت بمعرفتك أخي عزيز. شكرا لك، طبعا احنا اللي نتشكرك، طبعا لو نقعد لكم العمر كله ما نوفيك حقك. لا العفو سيدي. جان ولا كل الناشطين طبعا. حبيبي أقزام. العفو العفو حبيبي العفو، نحن اللي في خدمتكم وانتوا اهالينا. هذه حقيقة طبعا، حتى على مستوى المستوى الآخر، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني صحيح، في فروق طبعا. نحن نستفاد. العفو العفو. انا يعني فقط حبيت اسلم عليك وعلى الاستاذ، كان عندي سؤال في التعليقات، انا برضو سالته للاستاذ رياض من قبل. تفضل. فرصه انه يجيب لي. تفضل اخي معروف. موجود في التعليقات لو تقرا عشان ما اخذ وقت غيري. لا لا لا، خذ وقت. هو بصراحه يعني انا بدي اياك تحكي، بدي اياك توجه، عيفك من السؤال، بس يعني بدي وجهه نظرك في الوضع الحالي، في الوضع الملحدين خلينا نقول، مواجهه الطاغوت الديني هذا. طبعا هو المفروض يكون لدينا عده اسلحه، ليس سلاح واحد فقط. هذه الاسلحه، السلاح اللي تستخدمه انت او حضرتك او الاخ رياض، المواجهه المباشره، ومنها الأسلحة الناعمة والسلاح الغير مباشر والأكثر باعتقادي. يعني أنا أعرف ناس على المستوى الشخصي في العالم الواقعي أثرت فيهم، وأنا لم أصارحهم بالحقيقة التي أنا عليها، فتفهمني يعني، لكن تأثروا تأثر كبير بما كنت أقول وما كنت أطرح من هذه الناحية طبعا. فأنت من جهة ونحن من جهة، وكل واحد يستطيع. بكل تأكيد أخي معروف، بكل تأكيد. يعني أنا أتعلم كلمة من الأستاذ رياض، فأواجه بها أقراني والناس اللي من حولي طبعا. فيعني نزعزع هذه العقيدة على الأقل. زعزعناها ومشي الحال. يعني أظن هلا ما في بيت في المعروفة على عفواً المقاطعة، يعني أظن هلا ما في بيت في الشرق الأوسط إلا فيه ملحد يعني. صحيح. لكن
معك انت الذي اعيش فيه، في ناس لم تسمع بهذا الامر اصلا، يعني انا اعرف، فهو يتوقع انه هو يعيش في الحقيقه المطلقه ولا يسمح لشيء غير هذا ان يقول له انك انت على خطا. هو متيقن ويبيع روحه من اجل هذا. سننقذهم لا تخاف. ندق المسامير مسمار تلو المسمار في هذا النعش. صح. سوف ننجز المهمة. أكيد. لا تقلق. أكيد أكيد أخي. كل أسلوب. أنا أحييك على شجاعتك طبعاً. حبيبي معروف حبيبي. أنا أستفيد منكم دائما. كلك ذوق. كلك ذوق وأتشكرك على المشاركة وأنا بشكرك. فقط أقول للأستاذ سوف أكون في كندا، فكنت أحب لو هناك أنا قابلة. شيء أكيد، يعني أنا أتمنى ألتقي فيكم كلكم، وبصراحة بعيدا عن الجسد نحن فعلا وكأنما نجلس في مكان واحد، ولكن للأسباب الأمنية مثل ما تعرف نحن طبعا مهددون، أنا وجان وكل المشتركين حياتنا في خطر، فلذلك لا يزعل أحدكم إن أخذنا بعض الاحتياطات الأمنية، وهذا شيء طبعا طبيعي، أكيد أنت لو بمكاني أكيد راح تتفهم وكنت راح تعمل نفس الشيء. فإلى حد ما نعرف الشخص يعني معرفة كبيرة وقوية نقدر بساعتها أنه نعمل هذه الفرص تتوفر أكثر، فتعتمد على الشخص والمعرفة والدراية والعلاقة كلها تعتمد طبعا. وطبعا بشكل مبدئيا أهلا وسهلا بك، ونشيلك على رأسنا من فوق ونفرش لك القاع ورود. تسلم يا غالي، تسلم حبيبنا معروف، حبيبنا معروف، شكرا كثير أخي معروف. اليوم حبيت أنبهكم على شيء، اليوم كان في حلقة للآخر وفي التعليقات تحت يعني كان في دردشة مع المباشر، فأحد الأشخاص هدد تهديد صريح للأخ أحمد حقان، فقال يا أخوان اشبعوا من أحمد فسيقتل قريبا. هذا النص أنا فقط حبيت من خلال قناتكم يعني يا ريت لو أحمد. هو الغير الجبناء ما بطلع معهم هيك حكي، يعني هو حمار طبعا. على يعني هو يتكلم من شخصية وهمية على كل دليل على فعلا. لكن أخي معروف قال لك شغلة يا أخي معروف قال لك شغلة بصراحة، يعني أنا في ناس يعني مثل ما بقولوا عرضت علي العشاء في لندن، يعني فتصور كم الحيل وهالأشياء هي اللي يعني أنا ما عم بقول كما إنه فقط عرضوا علي العشاء في لندن، ولكن حدث بلا حرج من هالمراوغات وهالاشياء اللي يعني حتى يوصلوا لقتل الانسان او لا يعني. بس اكيد اخونا احمد في احتياط، اخذ احتياطه وخلي، وانا بقول له لهذا الشخص هذا خرية انت وكل من يشد على ايدك، وخلي لحيه نبيك محمد تفيدك يا ابن الحرام، اذا بدك تقدم على هيك خطوه طز فيك في الهك كمان. نعم، وهذا أسلوبهم في قمع صوت الحقيقة، لأنه لا يوجد لديهم حل آخر. ماذا يفعل؟ دعنا نقتل. بس هم لا يعلمون عندما يقتلون هذا الشخص يظهر عشرات الأشخاص بالمقابل، مثل ما قتلوا الفقيد شهيد الكلمة عمر اليمني، ظهر مكان عمر عشرات الشباب الآخرين المفكرين على شاكلة عمر. فهذه لا تعتقدوا أنكم بقتل إنسان راح خلص يعني قضيتم على الفكرة وقضيتم على الثورة، لا، الثورة ماشية، الثورة باقية إلى الأبد. طيب شكرا كثير لك أخي معروف، وأكيد راح نلتقيك في حلقات قادمة. شكرا كثير. شكرا 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 حبيبي. طيب في عنا تعليق من الأخ أحمد، عم بيقول أحمد المغاربي، عم بيقول سؤال للأمير: كيف تخلص من الخوف وكيف وجد لحياته معنى بعيدا عن الدين؟ تفضل أخوي. الخوف عندي تجربة خاصة بالنسبة لي، ف الحادثة التي أصابتني بوفاة ابنتي الفقيدة فتحت عيني على الحياة، أن الحياة جدا جدا تافهة،
والحياة ما تسوى على قولتنا، لكن بالمقابل أصبح في عندي wake up، يعني هذه الحادثة خضتني مثل النائم الذي على السرير وهو ينتظر المنبه، جرس المنبه أن يرن. فهذه كانت جرس منبه بالنسبة لي أن في الحياة يوجد ظلم، أنه في الحياة يوجد شيء اسمه ظلم بسبب تصرفات الإنسان بين قوسين لا إنسانية. شوف، واحدة من الأمور التي ننادي بها هي الإنسانية. تشوف دائما الملحد إنساني يحب يساعد إخوان البشر ويحب يسوي، يعني يشوف كلهم فرحانين وسعداء، والتفاهم والتواصل المحترم بين الكل والتقدم والازدهار. فلما تشوف أنت العكس تصير عندك مثل ما نقول تصير عندك الغيرة والمروة أنك تقول لا، أنا بدي أعمل شيء لأحقق هذا الهدف، لأنه أنا هلأ راح أترك من بعدي أولادي. أنا عندي أولاد كأب، وأريد وبدي أولادي يعيشوا في جو يوفر لهم الحرية، يوفر لهم الازدهار والنمو. فهذا أبسط شيء أنا أقدر. شوف، هي نقطة، بس النقطة مع نقطة مع نقطة مع نقطة جمعهم صير عندك مياه وأنهار، وصير عندك بحار في آخر المطاف. هي لازم تبدأ من أول خطوة، يعني حتى يصل الإنسان إلى القمر سنة 69 بلشوا باجتماع هيك، عادوا يفكروا بالموضوع، عملوا رسومات، وعملوا من بعد ذلك بحوث علمية، ومن بعد ذلك صناعة المركبة، وكل هذه العلماء يجتمعون مع بعض لكي يصل، ووصل في الأخير ووصل. لكن شوف إيش قد هي، كل واحد من هؤلاء يقدم شيء بسيط، لكن لما تجمعها مع بعض يطلع عمل جبار، يطلع عمل عظيم. وهذا هو اللي خلاني أتوجه. وطبعا تكلمنا في بث مباشر قبل يومين، وكان معنا أيضا أخونا جان وأخونا دكتور جورج، عن إيجابيات العقلانية، إيجابيات الإلحاد، وهنالك إيجابيات كثيرة. فهذا أيضا موضوع ممكن نخصص له حلقة. وطبعا خلتني أكون إنسان أحس أني كل شيء يواجهني الآن في الحياة أستخدم عقلي، لا أعتمد على الأساطير، لا أعتمد على الخرافات، ولا أقول ربنا يسهل. يعني شوف، حتى هذه الأشياء اللي كنا نقولها زمان، إن شاء الله ربنا يسهل، خليها على الله يا زلمة، هاي كلها اختفت الآن، صارت لا، خلينا نشوف كيف نواجه، كيف يعني بعملي، شكل عملي. هذا هو قصدي بشكل عملي، خلينا نشتغل، خلينا نشتغل. طيب، مع اتصال من الأخ دهمات. أخي دهمات، تفضل. مساء الخير. مساء الخير، أهلين دهمات، تفضل. مساء الخيرات. تحية لك أخي جان، تحية لأخ رياض. أهلا وسهلا فيك. أهلا حبيبي. تسلم تسلم. بس ما كان عندي لا مدخل ولا شيء، ما عندي شيء لأحكي حتى، بس حبيت أسلم عليكم، حبيت أنا شيء مرة كمان أشارك معكم. تسلم يا طيب، تسلم. طيب. تسلم. بس كان عندي سؤال لكم أستاذ جان وأخ رياض، عن مثلا في قنوات على اليوتيوب مثلا للملحدين، هذا في واحد اسمه الشريف جابر، في واحد اسمه كان عربيك ماسك، زي عربيك ماسك، يعني هذول بلكي مو من زمن فاتحين قنوات، بيعملوا مقاطع قصيرة جدا، بس عندهم اشتراكات كتير، يعني أكثر من 50,000. يعني كنت بدي أسأل ليش هذول يعني فورا صار عندهم مثلا قائمة كتير كبيرة من المشتركين، بس بينما مثلا مثل قناة الآخر أو قناة الثانية يعني الحد الأقصى عم بيصير عندهم 12-15,000، يعني هذول ليش عندهم صار عندهم تزايد كتير يعني بالمشتركين؟ بس هذا كان سؤال بسيط جدا، ما بعرف. طيب، شكرا كثير لك دهمات، واكيد اخ رياض، وانا راح اجاوبك كمان على السؤال هذا، والاخ رياض راح يجاوبك. تفضل اخ رياض. انا شويه كسلان بالانتاج، يعني فيني اعمل تقنيات افضل بكثير، فيني حتى يعني فيني اعمل استوديو مصغر واعمل من خلالها اخراج، بس اللي مثلي بس بده يوصل المعلومة بأي شكل من الأشكال، وهاي كلها بتاخذ وقت. يعني لا أقول لك شغلة، بالنسبة للناس اللي ما بيفهموا بالبرودكشن والفيديو كرييشن، just to let you know،
أنها تأخذ كل نهارك. فيديو أبو 5 دقائق أنت تعتقد أن هي مجرد يمكن نصف ساعة؟ لا، هي تأخذ نهار كامل. أول شيء لازم يعمل إعداد، لازم يعمل إضاءة، لازم يعمل إخراج، لازم يعمل أديتينج، لازم يغير أشياء كثيرة لحد، ولازم يتأكد من الموسيقى، إذا في موسيقى بالخلفية مثلا اليوتيوب تحاسبك تقول لك هذا فيه حقوق نشر أو حقوق ما بعرف شو، وبيقع الفاس على الراس. فهاي كلها لازم الواحد يتأكد منها قبل ما ينزل الفيديو. ولحتى تنزل الفيديو اليوتيوب بيطول، يعني لا تعمل، احنا بنقول عليه أبلود، يعني ترفع الفيديو على اليوتيوب، أوه تعال شوف، إذا كان الفيديو أبو نص ساعة مثلا هاي خلاص راح من وقتك ساعتين بكل سهولة. فهذا الشريف جابر والصديق العرب ماسك تقنياتهم عالية جدا، والبرامج اللي يقدموها جدا جميلة، يعني تأخذ المشاهد، يعني المشاهد يحب يشوف أنيميشن مثل ما نقول، يشوف حركات ويشوف ألوان ويشوف موسيقى، وهو هم أيضا شباب، فصوت الشباب يصل إلى الشباب. وطبعا نسبة الشباب المشاركين على التواصل الاجتماعي 10 أضعاف اللي بعمري واللي بجيلي أنا من السبعينيات، فهذول هم تلعب دور. وما أدري، يمكن الموضوع الذي يطرح أيضا، إحنا مواضيعنا لا أعلم، أنا عن نفسي اجتماعية على فلسفية، على الشباب عندهم يمكن مواضيع تختلف تناسب الشباب أكثر يمكن. وإحنا كلامنا خطير، يعني كلام الأخ جان يضرب بالصميم. فهنا في ناس صدقني، وحترك المجال لجان، هو يمكن عنده نفس الملاحظة، هنالك ناس يخافون يكبسون على زر الاشتراك لأنه يخافون من الأمن والمخابرات اللي موجودة في بلدانهم، الدول القمعية الإسلامية. لكن هم موجودون، وكيف عرفت أنا كيف عرفت أن هم موجودين؟ يبعثوا لي بشكل غير مباشر مسجات، هذا المسج يقول لك واصل، أنت استمر، أنت معك ناس متابعين بالآلاف، لكن نحن لا نعمل كبس اشتراك على قناتك، بس تأكد ان احنا موجودين. فهذا الشيء هو اللي خلاني يعني مطمئن من هذه الناحية. ما بعرف شو رأيك خي جان؟ بالمية مية صديقي يا رياض، يعني كلامك بالمية مية. انا طبعا الاخ ماسك عربي بصراحة انا ما تابعته، يعني ما بعرف شو نشاطه. الاخ جابر انا تابعته، لكن يعني الاخ جابر انا بتمنى الاخ جابر يطلع في حلقة من حلقاته، هيا بنا نتمسخر على الله. يعني أنا بتمنى يقدم هيك شيء، هيك طرح جريء إلى هذا الحد. يعني نحن إن كان قناة الأدر ولا قناة الأخ سال ولا أنا ولا الأخ رياض ولا الأخ إسماعيل، يعني نحن بصميم نجية من الآخر. لا يعني انا ما بتهم الاخ جابر انه لف دوران، لا، كل واحد له اسلوبه، ولكن نحن بنجي من الاخر. محمد واحد ابن حرام، ف بالضبط يعني، ف اللي بيتابعنا له شكر انه جريء يتابعنا اقل شيء يعني، واللي بيضغط على زر الاشتراك مثل ما قال الاخ رياض يكون جريء، يعني لانه في مساءلات، يعني صدقوني الاعجاب على الفيسبوك بمنشور صغير، ياما اجاني رسائل تقول يا اخي والله ما بنقدر حتى نحط اعجاب على المنشور هذا، لانه صح. لما بحط اعجاب راح يبين عند غيري، وصارت وسالوني ليش وشو، وهدول كفار، وهدول يعني وضعنا نحن لا نحسد عليه، ومحاربين من كوب، يعرف الاخ رياض يعني، واذا بدي اخ دهمات انت بتعرف صديقنا على الفيس، يعني اكيد بتعرف نوع الحرب المشنونه علينا يعني. صح مضبوط. ونحن ايضا الشيء الجميل اخي جان انه نحن نمثل الشرق الاوسط، يعني المسلم عندما يشوف اجنبي ابو عيون خضر من أوروبا عم بيحكي مثلاً على الإسلام ما بيأخذ، بيطنش يعني، بيقول إيه هذا معذور نصراني شو مفهمه هو في الإسلام. لكن لما يطلع ناطقين باللغة العربية من وسطهم، من أولاد بلدهم، لا، هذه تعمل زلزال، هذا تأثيرها أشد بكثير من الأجنبي والغربي، فيخاف.
وحقه. يعني أنا لو كنت عايش مثلا في دولة المملكة السلوقية قصدي السعودية أو في إيران، أكيد راح يكون إصبعي عم بيرجف وأنا عم بكبس على، لأنه عندي أهل، مش إن أنا خايف على نفسي، أنا خايف على أولادي، خايف على المدام، خايف على إيه. فهاي هاي هي هاي كل ما هنالك يعني. أخ ما في صوت. في عندي على السكايب في الأخ أديو أو شيء من هالقبيل عم بيقول: حبيبي أمير، يا ريت تحكي عن الشخص الغربي الذي يسلم ويكون مجبور أن يصلي بالعربية بالرغم أنه لا يجيدها. أشكرك على الإجابة جدا، تفضل. أنا شايفهم بلندن، واحد إنجليزي يعني مبين ذاك، هو تشوفه من على بعد 20 متر، هذا انجليزي ابن انجليزي، احنا نقول عليه ابو ناجي، عيونه خضر وكان شعره احمراني، لكن شو لابس لي الشماغ الغتره السعوديه الحمراء ولابس لي دشداش، ما بعرف ليش هذولا بس يدخل في الاسلام ينقلب ويصير شكله زباله، ينقلب من حليو مثل حسين فهمي الى حازم شومان، ما اعرف تصير عندهم تطور دارويني، بس مش تطور، تراجع يصير عنده، ينقلب من انسان محترم الى شكل شاذي، الشاذي بالعراقي يعني نسناس يعني قرد. المهم هاي هوار يقول لي طبعا لان احنا شكلنا، هو ما يعرف ان انا شو خلفيتي، بس مبين ان انا من الشرق الاوسط من شكلي، بيقول لي سلام عليكم براذر براذر، قلت له هلا وهلا براذر وتصلي. وانا اول سؤال سالته يعني انت في البدايه تصلي الفاتحه اللي هي الحمد للقنادر رب الزباله، فهو يقول لي انا بقولها بس مش فاهم شو عم بقول، يعني لا يفقه ولا يعلم ماذا يقول اثناء الصلاه ولا حتى يستطيع ان يتلفظ بالعربيه بالشكل الصحيح، كلها مكسره، كلها جماعه الخواجات، خبيبي خبيبي. اقول له وايش الفائده؟ طيب يعني انت الان اصبحت رجل آلي فقط، ترمي بهذه الكلمات من فمك اللي هي ثلاث ارباعها غلط، وانت لا انت مستفاد شيء ولا حتى الاله الذي تعبده مستفاد شيء من هذه، مجرد حركات فقط. فهذول موجودين بالفعل، موجودين بكثره، يعني انا التقيت فيهم بالمناسبات يعني وانس ان بلو مون، يعني ليس يعني بشكل، لكن انه يعني يدلون على شيء، يدلون على سخافه عقولهم، لانه لاحظت ان هذا الاجنبي الذي يدخل في الإسلام جاي من خلفية مهمول عائليا ومن أسرة متفككة ويبحث عن جماعة، أي جماعة تمد له أنه تعال انضم إلينا وكن واحدا من عندنا، يقول لك بدل ما أدخل في المخدرات والغانغسترز خليني أصير مسلم. غانغستر شوية من نوع يختلف عن هذا الغانغستر، هو هم الاثنين غانغستر، بس يقول لك هذا الغانغستر صاروا معروفين ومشهورين، يطلع بالتلفزيون، يفوتوا بالطيارات بالعمارات، بلكت أنا دخلت بشي عمارة، يعني هاي هذه هي توجهاتهم في الدول الغربية. طيب في عنا سؤال من الأخ أحمد عم بيقول: عندي سؤال، هل المثلية أو الشذوذ، طبعا أنا أرفض كلمة شذوذ، عم بيقول هل المثلية شيء طبيعي ولماذا يتم منع المثلية في دول أوروبا الشرقية ويتم سماح بالمثلية في دول أوروبا الغربية، ولماذا المثليين مكروهين في دول أوروبا الشرقية ويتم احترام المثليين في أوروبا الغربية، وهل أخي رياض يتكلم بالسياسة؟ وشكرا لكم. أجيب؟ تفضل. السياسة أنا ماليش فيها يا زلمي، أنا بكره شيء اسمها السياسة، وما بحكي إلا إذا كنت مضطر إني أحكي في السياسة، فلذلك أنا أترك الكرة لأهل الكرة، وأترك هذه في ناس متخصصين وفي ناس عارفين الحكي أكثر مني، فأنا بترك المواضيع السياسية وبركز بس على الأشياء اللي أنا بعرفها، الأشياء اللي أنا متأكد ومتيقن منها. شرق أوروبا متدينة ومحافظة أكثر من غرب أوروبا. يعني أنا زرت شرق أوروبا، كنت أزور دولة رومانيا، ورومانيا رغم أنها هي خرجت من الشيوعية إلا نسبة الوعي الديني اللي عندهم مرتفع جدا، وعندهم عادة يعني الروماني يمشي بالشارع وفي كنيسة مثلا عبور الشارع لازم يعمل إشارة الصليب احتراما للكنيسة
شوف هذا لا تجدها في إنجلترا ولا تجدها في فرنسا ولا تجدها في ألمانيا، بس تجدها في شرق أوروبا، موجودة في أوكرانيا وفي بولندا. هذه الدول الأرثوذكسية، وطبعا المذهب الأرثوذكسي جدا رجعي، دعنا يعني خلينا نقول الأرثوذكسية رجعية. الدول الغربية أغلبهم كاثوليك، والكاثوليك مع البروتستانت، طبعا انت لا تنسى انه في بروتستانت. البروتستانتي والكاثوليكي يختلف تماما عن الارثوذكسي. الارثوذكسي جدا رجعي، يعني جدا شلون تقول ماشي على كل سطر وكل كلمه وكل حرف. هاي مشكله الارثوذكسيه، يعني متخلفين رجعيين جدا، فلذلك نظرتهم الى المثلي هي نظره سلبيه بناء على النصوص اللي موجوده عنده في الكتاب. فهذا لذلك أنت تشوف أن الدول شرق أوروبا رجعية ومحافظة أكثر من دول غرب أوروبا. هذا هو السبب، لا يوجد هنالك طبعا الفلسفة عميقة أكثر في غرب أوروبا عن ما هي في شرق أوروبا، والغربي متحرر أكثر، الغربي open minded أكثر، والغربي عنده جاليات من دول العالم. طبعا نسبة اللاجئين مثلا ما يقول لك انا رايح على روسيا، شو يسوي بروسيا؟ يسوق له سياره داتشيا ولا يقعد ببنايه بقد حجم علبه الكبريت؟ هاي شقه يسموها شقه. يعني الدول لا زالت مخلفات الشيوعيه موجوده في هذه الدول، عايشين بفقر، وهاليوم الفقر في اوروبا الشرقيه اكثر من السابق. وقلناها قبل قليل، حيثما تجد الفقر تجد ايضا الفقر في الثقافه، يعني فقر بالدراسه والتحصيل العلمي، وشيء أكيد هذول الناس راح يكونون متخلفين أكثر بكثير من الناس. هذا أعتقد واضحة زي الشمس. ما بعرف جان إذا عندك تعليق. طبعا أخي رياض، أنا ما عندي، كفيت ووفيت، بس أضيف أنه أنا عشت باليونان فترة منيحة يعني، ومثل ما قلت يعني اليوناني مثلا اللي بيعدي جنب أي كنيسة لابد أنه ما يصلب يعني. هل برأيي أنا يعني تقدم الشعوب تعتمد على الاقتصاد الموجود بالبلد، يعني الدول الفقيرة بتلاقي نسبة التخلف كبيرة. يعني شلنا من في يعني القاعدة إلا فيها شواذ، مثل أمريكا يعني الولايات المتحدة، يعني النسبة الأكبر إنه مؤمنين مسيحيين طبعا، بس القاعدة الأساسية إنه وين الفقر، كل ما كانت البلاد فقيرة بتلاقي نسبة الجهل أكبر، نسبة المرض أكبر، نسبة التخلف، كلها بتعتمد على الاقتصاد. لما الإنسان يكون مرتاح ماديا فبيكون عقله يعني مرتاح حتى يفكر بأشياء أخرى غير الأكل والشرب وهالأشياء هاي. أكيد يعني، ولما الإنسان بفكر بيكتشف الحقيقة، وبيكتشف إنه الدين خرافي، والدين هو أصلا اللي عمل المثلية الجنسية عملها شاذ، ولا لأنه ما بيفهموا فيها أصلاً يعني أي. طيب في عندي سؤال من الأخ ليدو، أظن أو ليدو هو نفس الشخص اللي سألنا، الأخي جون، في أخي جان، أنا اسمي جان ولست جون، يعني يا ريت الشباب إنه يعرفوا النقطة هاي بدل الواو ألف قائمة. يعني عم أقول من فضلك أريد أن أسأل الأخ أمير عن الفتح أو الاستعمار الإسلامي لما أتى إلى أفريقيا، لماذا فتح شمال أفريقيا وسبى نساءها بينما ترك دول أفريقيا الوسطى السمراء؟ وشكرا جزيلا. العامل الجغرافي يلعب دور كبير على فكرة، يعني هذا يمكن حتى سمعت على الأستاذ اللي كان يعلمنا في المدرسة أيام زمان في حصة يسموها حصة النعل أو التربية الإسلامية، فقالها يعني بالمشبرح، قال أول شيء الجغرافيا أفريقيا الوسطى استوائية وكلها غابات وأشياء وفيها حيوانات مفترسة، وحتى النوعية دائما قبل ويمكن حتى اليوم في بعض الجماعات التي تسكن في هذه المناطق في الكونغو وأفريقيا الوسطى يعني جدا وسائل بدائية في القتال، مثلا يخيف العدو، يعني في منهم
يشيل فروة الرأس مثلا بالفأس، وفي منهم يطبخون الأسير في طنجرة كلها ما يسوي منها بامية وفاصوليا، فهاي تخوف العدو طبعا، حتى المسلم يخاف. يعني أنت أسأل نفسك، المسلم عندما وصل إلى الصين قاموا الصينيين تعرفهم كلهم كونغ فو وكاراتيه وهاي نعل سلفة، المسلم قام يرجف، رجع قال خلاص استوب، ما فينا أمشي بعد أكثر من هيك. إسبانيا نفس الشيء، شافوا أوروبا الأرض اختلفت، الناس اختلفت، وكل شيء اختلف عليهم، فأكيد هذه أيضا مسببات تجعل. وما أعرف يعني، ربما هنالك أسباب أخرى، هذه بحاجة إلى بحث طبعا، لكن أنا أستطيع أن أفكر بادئ ذي بدء بالإشكاليات الجغرافية والإشكاليات الثقافات اللي موجودة في تلك البلدان تمنع المسلم أنه يستمر، فهذا هو السبب أعتقد، بالإضافة إلى أسباب أخرى. على فكرة المسيحية أيضا منتشرة في أفريقيا الوسطى، وأصبح في كلاش بين الإسلام، في منهم دخلوا الإسلام عنوة وبعدين رجعوا عملوا ثورات وانقلابات على المسلمين. شوف دائما الإمبراطورية لما تتوسع صعب أنهم يحافظون على الأطراف، هذه تعتبر أطراف الإمبراطورية، فكل يوم قائمة مظاهرات وكل يوم قائمة انقلابات، فيقول لك خلاص طز بهم، خلي يولون، دعنا نتوقف عند هذا الحد أعتقد يعني. طيب في عندي سؤال بس داي الأخ مازر أظن أو الأخت مازر، المهم عم بقول وين يا أخ جان ويا أخ رياض، أنا في حيرة من أمري، ضغوط بسبب توجه الديني من ناحية ووضع العائلي من جهة أخرى، حيث والدي شخصية دينية معروفة ولا يجوز أن أسبب له مشكلة بعد انكشاف أمري، وأريد ترك البلد بشكل قانوني ومعي ما يكفي لذلك. أنا بالنسبة لي بصراحة يعني ما بحب يعني هالبرنامج يكون مسألة الهجرة، يعني ما بعرف، أنا ما بعرف فيها شيء نهائيا، ما بعرف الأخ رياض إذا في عندك أي رأي آخر. يعني بالدرجة الأولى النصيحة طبعا لازم نقولهم ديروا بالكم على نفسكم، ديروا بالكم على حالكم، وما تنسوش أنتوا وين عايشين ومع مين عايشين، وأقرب الناس إليك ممكن يضرك، فهذه شغلة يعني لا تستغرب منها. الشغلة الثانية توجه إلى المفوضيات للأمم المتحدة، واحدة موجودة في عمان وواحدة موجودة في أنقرة، لا أعلم عن شمال أفريقيا بالضبط إن كانت هنالك أي مفوضيات أمم متحدة، لا أعلم، لكن أنا أعلم أنه في الشرق عندنا في عمان وعندنا في أنقرة. اللجوء قد يكون إنساني وقد يكون لجوء سياسي، هنالك فرق طبعا، وأنت تجرب حظك وتشوف إذا قبلوك، بس لازم دائما عندك الأدلة والبراهين، يعني لا يكفي أن تقول أبويا مطنقر علي وما عاجبه لا، بدهم يعني إثبات أنه فعلا في تهديد على حياتك بالخطر، لازم تثبت هذا الشيء، لازم تعطيهم الأفيدنس، وإلا قد تكون قضيتك جدا بالنسبة لهم يعني ضعيفة، وتأخذ فترة من الزمن 2-3 سنين. فهذا موضوع أيضا كبير مثل ما قال خيجان، فخلينا نحط له حلقات ثانية يمكن مستقبلا، وهذا يعني مختصر المفيد بصراحة. يعني واحد ما بيعرف شو يقول بهالنقطة هاي، إنه بالفعل في ناس في خطر، بس واحد مثل ما أنا بالنسبة لي، يعني أنا لو أكون في مكانك ما لي غير النفاق، أنافق على والدي وعلى أهلي يعني، وأسايرهم حتى مثل ما بقول يفرجها الله يعني. يعني أنا بتمنى مثل ما قال أخ رياض، يعني في وسائل كتير قانونية بالسفارات، بس دا يكون عندك أدلة يعني دامغة مثل ما بقول، يعني ممكن العقل الأوروبي يشوفها مستندات بالإيد يعني، فهي هي. طيب خلينا، في عندي سؤال رياضة بصراحة، يعني أنا واحد شخص سألني إياه كثير، السؤال يعني شاغل بالي وشاغل بالي كثير من الناس، متى ينتهي الإسلام؟ متى ينتهي الإسلام؟ احنا نتمنى انه ينتهي هلا مثل ما بتقولوا قبل بكره، بس اعتقد للواحد لازم يكون واقعي، هذه الكلمه التي ابحث عنها، واقعي. المشكله يا سيدي من لا انت، انه في مسلمين مصدقين انه دينهم دين سلام،
هذول المسلمين عندهم نوع من الافتخار بدينهم، لكن ماخذينها الشغله ماخذينها بالوراثه. خلاص بيي مسلم وجدي مسلم وجد جدي، خلاص انا بستمر وخلي اولادي كمان مسلمين. طبعا الاولاد شو حتسميه؟ حسميه محمد، راح اسميه نعال، راح اسميه قندره، على الاسماء الصحابه واسماء شو اسمه. فهذول بهالشكل هذا ما راح يعني، هذول دائما بيخلفوا زي الارانب، مش انه يخلف لك ولدين او ثلاثه ويقول لك خلاص ستوب، لا، خير من الله، خير من الله، خلف وارجع لي ورا وخلف وتعال الدوله اعطينا. هاي بالدول الاوروبيه ما عندناش، ما عندناش يا زلمه، وساعدونا وساعدونا. وهو عم بيشتغل بالاسود، عم بيشتغل تاكسي، وعم بيشتغل بمطعم، عم بيشتغل. يعني هذول هم النماذج الاسلاميه اللي هذول اللي ما اعتقد بهالسهوله راح يخلصوا، لانه مثل ما قلت لك بيتكاثروا وماخذين الاسلام بالهبل، مش انه ماخذين الاسلام جديات، يعني انه في شيء اسمه اسلام. تعال شوف سيره محمد، تعال اتثقف، يعني شوف الايات القرانيه شو بتحكي، المشاكل اللي عندك في الدين. هذول ما عندهم وقت اصلا، ولا هم مهتمين انهم يثقفوا نفسهم في هذه الامور والمسائل، فياخذها هيك بالاسم فقط، هو اسمه مسلم. هذول ما راح ينتهون، هذول راح يظلوا موجودين جيل بعد جيل بعد جيل. ما بعرف شو هي الكارثة اللي راح تحصل، وما أعرف يعني بصراحة. بس المسلمين النوع الثاني، المسلم، أنا متأكد إنه المسلم اللي يمسك كتابه ويقعد يقرأ فيها ويتحقق منها ويشوف أصول وتاريخ نبيه قفم، والزبالة اللي موجودة واللا إنسانية والشر والظلام اللي موجود في دينه، هذا نسب هؤلاء راح يتغيرون شيء أكيد. أنا متأكد أنه أي واحد يمشي بهذا الطريق، مثل ما صار معي، مثل ما صار مع أستاذنا جان، بس شاف. وطبعا جان عنده فترة، هو متفوق علينا، لأنه هو لما كان بهذا العمر، لما كان جان لساته بهذا العمر، وهو يعني خلاص شورت كات مثل ما بيقول المصري، شورت كات. لكن هو هذا القصد، انه الواحد كل ما يتعمق في الدين، كل ما يشوف البلاوي والمشاكل والزباله اللي موجوده في الدين خصوصا بالاسلام، يقول لك لا، انا ما اقدر، انا انسانيتي ما تسمح لي انه اصدق انه يقتل ويقتل بالاطفال في بنو قريظه، مذبحه بنو قريظه، او يقتل خيبر ويتزوج من صفيه اليهوديه في نفس الليله، او يعني هذا عقلك يرفضها immediately. هذولا في أمل، إيه هذولا ممكن مع الوقت يتلاشون مع الوقت، بس يبقى هذولا، يبقون هذولا اللي ماخذينه بالجنسية، مكتوب بالهوية مسلم، هذا مستمر، هذا باقي. طبعا شكرا، شكرا كثير رياض، وأنا أشكرك على التشبيه الحلو هذا الظريف. بصراحة أنا شورت كات مثل ما قال الأخ رياض، يعني أنا لم أتمتع بنعمة الإيمان لم أتمتع بحلاوة الإيمان، وهذا شكر للطبيعة طبعا. يعني أنا فطرتي ملحد، جيت على الدنيا ملحد، رغم أنه والدي هو الشيخ أحمد، مدرس القرآن ومفتي الحارة مثل ما بقوله، ويعني من عائلة كلها يعني نصف مشايخ على الأقل، يعني كلهم متدينون، كلهم مصلون، كلهم يعني متشددون، وفلتة فلتنا من وراها دين الفطرة، يعني هو الإلحاد. بالنسبة للسؤال متى سينتهي الإسلام، أنا برأيي بتقديري يعني الإسلام السياسي المعروف الله حاليا خلال يعني أظن 10-15 سنة أكيد رح ينهار كما انهار الاتحاد السوفيتي. هذا رأيي من زمان، وأنا لا أزال أكرره ومصر عليه إنه سينهار انهيار كما انهار الاتحاد السوفيتي. أما بالنسبة للناس مثل ما قال أخ رياض، إنه هدول اللي ما بيهمهم أصلا الدين، بس أخدينا سبهللة مثل ما قال أخ رياض، يعني أخدينا سبهللة، هدول راح يتموا معنا، راح يتموا معنا لحتى يمكن لمنتصف القرن حتى، او احتمال يعني لنهايه القرن ال 21، بس بعد هيك ما راح يتم. يعني الشيء الطبيعي الاجيال الجايه، اجيال الفيسبوك، اجيال الواتساب، الاجيال
الإلكترونية خلينا نقول، يعني شاءوا وانأبوا راح يصادفوا ملحدين، يعني لأنه الملحدين موجودين. ولما الإنسان يشرب من مية ملحد، أنا يعني كنا باليونان في صديق اسمه نوري قال لي يا شباب، كان هيك يقعد يقول يا شباب اللي بيشرب من مية اليونان لازم يرجع له. والإلحاد هيك، يعني لما الإنسان عم يدخل بيعرف شو معنات ملحد أو يعني بيسمع كلمة ملحد، فالشيطان حيغش له بعاله والمنطق العقلي راح يشتغل. فالأجيال القادمة، أجيال الإلكترونية، أكيد أكيد أنا متأكد 100% أنه راح تترك الإسلام وما راح تمشي من الإسلام. طيب أخي رياض، في عندي سؤال تاني بصراحة، عم بيقول لماذا ينتشر الإلحاد؟ تفضل. سهلة سهلة، الإلحاد انسى، انت هلا انسى الالقاب، يمكن كلمه ملحد هي اصلا ماخوذه من اللغه العربيه القديمه، اللحد يدفن يعني دفن، انت تقول من المهد الى اللحد يعني الى القبر، يعني احنا قبرنا شيء اسمه الله او شيء اسمه دين، قبرناها يعني بالقبر ملحد. لكن سميها ما يعجبك، atheist whatever. العقلانية هو السر لماذا الإلحاد ينتشر. طبعا الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية والعراق، ليش يعني مثلا ليش الإلحاد ينتشر في العراق؟ واحدة من الزملاء على الفيسبوك قالت لي في رصد نسبة الإلحاد في العراق الآن 30-40% من الشعب من السكان، وربما تكون أكبر نسبة في كل الدول شمال أفريقيا، ربما لا نعلم. يعني العراق الآن أعتقد راح يكون أول بلد، ربما أنا أتوقع أن يكون أول بلد راح يكون فيه نسبة الإلحاد طاغية على الكل، وسوريا الآن أيضا. طيب ليش سوريا وليش العراق؟ واضحة دي عم بيشوفوا قدام عينهم الذبح وقطع الرؤوس والله أكبر، والستات تزغرط والأولاد شايلة أصابع منتفة وحاطة ورا ظهره زينة. في هلأ صاروا يعلوا الإيدين المقطوعة، يعلوها بالسيارات مثل الزينة بالسيارة، شايف كيف يعني؟ فهاي المصيبة والطامع عم بيشوفوا تطبيق الإسلام. في فرق أنك تسمع عن الإسلام وتقرأ عنه بالكتب، وفي فرق انك تشوف الاسلام عم يطبق بحذافيره، لان الدواعش ما عم بيقص، الداعشي ماشي على الاسلام ما مضبوط 100%، عدال عيب، الداعشي عم بيطبق الاسلام، هو هذا الاسلام الحقيقي، هو هذا اسلام رسول البطيخ، هذا هو الاسلام. فلذلك الناس طفشت، قال لك هو هذا الاسلام، ما بدي هيك، دي خليها عندكم واشبعوا في خلاص، انا تارك. طيب وين يروح؟ يجي يشوف حلقه من حلقات خينجان وبركات دوكنز وبركات داروين، يقول لك ايه هذا هو الحكي. لا تنسى جلده الحنفيه، يقول لك جلده الحنفيه، بيجي ختم يختم عليها بالاخر شيء، هذا الختم جلده الحنفيه، يطلع ملحد فريش طازه. هذا هو، اعتقد هذا هو السبب. ما بعرف شو رايك خيجان. بالضبط رياض، يعني انت اصبت عين الحقيقه. يعني اليوم بصراحه، اليوم مثلا خلينا نقعد نحكي انا وانت مليون سنه قدام الانسان المؤمن ايمان كامل بهالخرافه، هاي انه محمد كان يسبي وكان يقطع الايدين وكان يقطع الرؤوس، ولكن يعني ما اظن يعني يأثر فيه هالتأثير الموجود هلا الداعش اللي عم يساوي. الداعش قبل ما تذبح الضحية تبعته مثلا بتقرأ عليه آيات قرآنية، أحاديث محمد، فتطبيق واقعي على أرض الواقع، يعني تطبيق عملي لهالمبادئ هي، يعني الإجرامية الإرهابية هي على أرض الواقع. فلذلك بتلاقي تصديقنا نحن كملحدين لما عم نقول لهم دينكم دين إرهابي أسهل بكتير، ولكن للأسف الشديد يعني بضحايا، يعني الإسلام مر من هنا، كلنا شفنا هالفيديوهات هي
لحلب ولا لرقه ولا لعين عرب كوباني، كل هالمدن هي اللي تدمرت بسبب الاسلام، يعني ان كان اسلام علوي ولا سني ولا شيعي، ما كله خرط ببعضه، كله ارهاب وكله خراب يعني. فهذا التطبيق العملي لافكار محمد على ارض الواقع. فلما خصوصا الشباب الطالع جديد يعني 15 16 17 سنه عم بيشوف هالاشياء هاي، اكيد عم بقول لك هذا هو الدين الحقيقي. وانا على فكره يعني من كم يوم مدير الصفحه حكمه قال لنا انه في شخص بده يجهر ولكن عمره 17 سنه، طبعا اجلناه قلنا له استنى بس يصير عمرك 18 تعال اجهر معنا. والشباب عم يكتر، والشباب يعني تواق حتى يواجه الفكر هذا المجرم. بل انا عندي نبوءه، وهذه نبوءه الخزرجي، انه السعوديه هي اللي راح تفاجئ الكل. من السعودي نفس البلد اللي ابتدأت منها بؤرة الفساد المحمدي، هو نفس البلد اللي راح يقلب. لأنه ما أعرف يا أخي، أنا من تجاربي، وطبعا يمكن بكون لهجتي أكثر مع الخليجيين، فيطلعوا لي كثير من الشباب الخليجي المثقف الواعي المستنير، وأنا أتفاجأ من عقر دارهم هؤلاء يعني منبع الإسلام، دا أشوف دا يعني في تغير كبير عم بيحصل. فما تتفاجأ أنه نفس هذه الدولة هي نفسها اللي راح ترفع شعار بس إن شاء الله بدون غزوات هالمرة، يعني شعار الإلحاد. بكل تأكيد يعني الغزوات تكون غزوات فكرية أنا متأكد، والسعودية إن أمل كتير بشعبها، أنه بصراحة أظن يعني كما قال الأخ رياض السعودية راح تكون فاجئنا مثل ما قلت. يعني صحيح أنا بالنسبة للبرنامج هذا يعني أنا وقت ما بدأت فيه لحد اليوم نسبة الأكبر من المجاهرين هم عراقيين، ثم يجين السوريين بعدين التوانسة، ولكن راح تصير مفاجأة خصوصي بالسنوات القادمة أنا متأكد. هو يعني حكم آل سعود إلى زوال، هذا شيء مؤكد، يعني هذا شيء مؤكد في السنوات القادمة، وراح نشوف نسبة المجاهرين بالسعودية وال يعني الثائرين على الدين راح تعلى إلى أعلى مستويات. يعني مكبوت على نفسهم خيجان، مكبوت يعني في واحد منهم بيقول لي أنا عم بشوفهم قدامي عم بيشربوا بول البعير قدام عينه، مش انه احنا بنسمع، انا كنا نضحك نقول هاي يمكن نكته، لا طلعت حقيقي، عم بيشربوا بول البعير وعم بيتبركوا فيه. فالشباب طفشت، قال لك انا ما عم امتى رح نطلع من هذا الكابوس اللي احنا فيه. فانا انا متوقع يعني ثوره ثقافيه جايه بالطريق، وهي بدات بصراحه. يعني انا بقول نحن فيها، هاي بدايات الثوره، ونحن انا وانت واصدقائنا على الفيسبوك واصدقائنا المتابعين وكل هالناس هاي ضمن هالثوره هاي، ويعني نحن وقودها مثل ما بقول المثل يعني. طيب خلينا نروح نشوف سؤال اخر. في عم بيقول لو لم تؤمن بالله فما رجاؤك من الدنيا؟ هذا كمان من الأسئلة اللي بتتكرر، بس بدي أعطيك شرف اللي أنت جاوب أول شيء وأنا برد وراك على طول. يعني حتى أفكر. صراحة يعني هو يعني لو لم تؤمن بالله فما رجاؤك من الدنيا؟ يعني أنت بصراحة سؤال غريب وهو مطروح دائما. يعني أنا رجائي من الدنيا يعني أولا ما لي رجاء آخروي، فرجائي كله بالدنيا، يعني سعادتي كلها بالدنيا، فأنا أعمل كل جهدي لهذه الدنيا. فيعني إذا ما آمنت بالله بالعكس هذا الشيء يعني مكسب إلي، لأنه أنا أعمل لدنياي، أعمل حتى أسعد الحوالي، حتى أسعد أطفالي، أبني لهم المستقبل، أبني لنفسي مستقبل، أستمتع بهذه الحياة. ومو مثل المؤمن اللي يترك كل شيء يروح يقضي. إذا حسبنا أوقات الصلاة فقط بالنهار، يعني إذا كل صلاة نص ساعة، خمس ساعات، ساعتين ونص، هدول شلتهم وكبيتهم على باب الهوى يعني، ولا شيء ما عدا
كم ساعة بصلاة الجمعة وهالحكي الفاضي هذا وترديد خرافات وعقلك مشغول دائما خائف بالآخرة وتشتغل للآخرة، هذا كله شغلك للآخرة وآخرتك يعني بعشوش. ف يعني ما رجائي هو إنه أسعد نفسي وأسعد الناس وأمل بالحياة دائما، وهو الأمل هذا بالحياة هو اللي صنع الحضارة يعني. يعني لولا الأمل بالحياة ما كان في حضارة يعني، كان كل الناس على البعير، خلاص هالدنيا هاي زايلة، بنعيش بخيمة ممكن وما في مشكلة، نصلي ونصوم آخر شيء بنروح على الجنة يعني. هي ولولا يعني لو كل الناس تفكر دينيا مثل المتدين لخربت الدنيا يعني. لولا الملحدين وأمل الملحدين وطموح الملحدين ما كنا وصلنا لهالمرحلة. هي نحكي أنا من لندن، الأخ رياض من كندا، وكل مشاهد عندنا هلا تقريبا 61 62 مشاهد، كل واحد ببلد يعني. You're right, yeah. You're absolutely right. بالضبط يعني. فهذا هو الرجاء، الرجاء انه نشتغل، رجاءنا انه نشتغل ونكب خرافتك هاي اللي انت بتقولها، يلا عيفة هلا بعدين بنشتغل هلا شوي ونسبح بسم الله وبسم البطيخ وبسم ما بعرف شو، بعدين بنروح ننكح الحور بلاد. Right. أنا يعني ملتقي في بعض الجنود الـ expatriates veterans، يسموهم الـ veterans بالإنجليزي، كان يقاتل في العراق أو كان يقاتل في أفغانستان، وفي اللي أقدم منهم بجيل الخمسينيات والستينيات، في منهم كانوا في فيتنام. طبعا هذا بشمال أمريكا، أنا أشوف أمريكا أكثر مما أشوف. فالأمريكي العجوز الآن أصبح كبير بالسن، لكن يحكي لي على أيام فيتنام. أقول له طيب، في عادة عند بعض الجنود الشجعان عندما يرمي أحدهم إحنا نسميها بالعراق الرمانة، الرمانة اللي هي الجرينيد بالإنجليزي، هاي تنفجر يعني، تسحب المسمار وترميها على عدوك، وإلها اسم بس أنا ما أعرف شو اسمها بالعربي، إحنا نسميها الرمانة أو الجرينيد. بعض التصرفات الشجاعة من الجندي يرمي نفسه انبطاح فوق هذه الرمال حتى يحفظ زملائه، ينقذ حياة زملائه، وإن لم تنفجر لحسن حظ البطل يكرم يعني أعلى وسام الشجاعة اللي موجودة عندهم. أعتقد it's a purple heart أو القلب البنفسجي، ما أعرف، purple heart في الولايات المتحدة بنفسجي. فتسأله طيب، تقول طيب أنت مبين عليك مش مؤمن ومبين عليك أنك يعني بايعها ومخلص، فشو اللي خلاك تعمل مثل هيك تصرف أو مثل هيك عمل؟ يقول لك لأن أنا بحب رفقاتي، أنا بحب زملائي ومثل إخواتي بالضبط، وأنا متأكد إذا خيي حصلت معه هذه الفرصة راح يعمل من شاني مثل ما أنا عم بعمل من شانه بالضبط. وانتهى، لا راح يقول لي حور العين ولا راح يقول لي جنة، ما عنده أي اهتمام بهاي الأمور كلها، لكن تصرف نبيل. ليش احنا سميناها نوبل، نبيل، شريف؟ ليش قلنا عليهم أبطال؟ ليش قلنا عليهم شجعان؟ ونفس الشيء بالنسبة لي، أنا عم بعملها محبة فيكم، محبة بالإخوة، محبة بالإنسانية، وأيضا كوالد أو كأب محبة بأولادي، لأنه هذا أنا حترك لهم البيئة يسكنوا فيها، يعني أتمنى تكون هذه بيئة ممتازة وجيدة، أنا أعمل اللي أقدر عليه يعني، أقدم اللي أنا أقدر عليه. كنت راح أقول أنه في من جماعتنا اللي في اليونان وفي تركيا على السواحل، أنتوا عندكم فرصة beautiful، لأنه في كتير لاجئين من العراق وسوريا ومساكين عم بيغرقوا في البحر وويلات وإشياء بتبكي بصراحة. أنا بتمنى لو كنت موجود معكم، أنتوا هلا عندكم فرصة، جربها بس، مد يد المساعدة، جرب تساعد بغض النظر أنه هذا مسلم وهذا مسيحي بس كإنسان ساعده، مد له يد المساعدة، شوف شو شعورك راح يكون من جوا، شعور لا يوصف، وليس له أي علاقة بالدين، وليس له أي علاقة بالله، وليس إلها، أنت ما عم تفتش على ثواب ولا عم تفتش على هالأشياء، لكن راح تعطيك دفعة إنسانية إلى الأمام
ما شفت مثله من قبل، وهاي فرصتك يا اللي ساكنين الآن في هذه الدول الساحلية بالشرق البحر المتوسط، لأنه في كتير عم بيجوا من سوريا وفي كتير عم بيجوا حتى من اليمن. على فكرة اليمن كمان ما بعرف ليش الإعلام أغراض سياسية ما عم بيحكوا كتير عن اليمن، بس اليمن عم تتدمر اليمن. هذا بشكل مبسط الأمل والرجاء هي في أبناء الجنس، أبناء جنس البشر. هذه هي الرجاء التي لدينا. ومثل ما قال الفقيد كريس هيتشنز الذي كان أحد الفرسان الأربعة مع دوكنز، يقول أنا I'm open to any surprise. I don't care. I don't mind. وإن كان دعنا نقول أن هنالك حياة بعد الموت. سوت هات أهلا وسهلا. مش خايفين من شيء. يعني أنا أقولها الآن إذا الله حكم علي بالإعدام المؤبد في جهنم، أقول له طز هات جهنم وأعلم بخيرك اركب ويشرفني إني أدخل الجنة ورأسي قصدي جهنم ورأسي مرفوع. وين الله؟ الطيب هذا الطيب. وين الله؟ هذا الطيز. وينه الله؟ هذا الطيز. I have يعني I don't care I don't care. تفضل. بالضبط أخي رياض، يعني أنا نرجع على النقطة هاي وينه الله بهذا الطيز. طبعاً تذكر الحلقات اللي سجلناها ثلاث حلقات أنا وأنت، كان العنوان تاع هيا بنا نضحك على الله. ومن هداك الوقت بالفعل هجمة على البرنامج ما معقولة من من الصيصان هذول whatever اسمهم، يعني أنا لا أسميهم غير الصيصان اللي تقاقي. يعني طبعا أنا فكرت يعني بالفعل اسم هي بنا نضحك على الله بس بجد يعني غير مناسب، يعني عيب شو بقيمة الله هي بنا نضحك على الله. فقررت انه اغير اسم السلسله هاي ونعملها يلا نتمسخر على الله. حلو. ما هذا احلى. انا بقول لك ثامز اب ثامز اب. ايه توكل على دوكنز. حلو. فيك تعمل استفتاء، فيك تعمل استفتاء عليها. طيب هلا الاستفتاء مفتوح. ارجوكم اصدقائي اللي مع تسميه السلسله، طبعا الاخ رياض نحن من الاسبوع لنشوف وقت الأخ رياض الأسبوع القادم أو بعده نكمل السلسلة، فيا ريت إذا تتكرموا يعني وصار استفتاء مثل ما الأخ رياض طلب، يعني إنه نسوي استفتاء هل نبقى على تسمية هيا بنا نضحك على الله أو يلا نتمسخر على الله. فيا ريت تعطونا آراءكم حتى يعني بالمستقبل نحط التسمية الصحيحة. وعلى فكرة أخي رياض اجتني رسالة على صفحة الجهر بالإلحاد، في أخ عم بيقول ما بعرف طبعا حيطت صورتك والبرنامج الجهر بالإلحاد الحلقة 162 يلا نتمسخر على الله 3. يقول مرحبا الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيله، هناك شيء في هذا المنشور يزعجني وأفضل عدم رؤيته على الفيسبوك، هل زلته رجاء؟ تفضل رياض. منشور بخصوص الحلقة رقم 3 ويريد أن يزيله من الفيسبوك، أنا هيك فهمت. لا خليني أرى لك إياه مرة تانية. عم بيقول مرحبا، هناك شيء في هذا المنشور، هو الحلقة الثالثة بالسلسلة، هناك شيء في هذا المنشور يزعجني وأفضل عدم رؤيته على الفيسبوك، هل أزلته رجاء؟ هو ما راح يزال طبعا لأنه راح تضل وراح تزيد كمان، مش أنه ما راح ننقص راح نزيد، بس ما عم بفهم أنه شو هي الحتة هذه، أو شو قصد العنوان مثلا، أو قصد في شيء قال بالمنشور، أنا ما عم بفهم عليه. هو الحلقة كلها ما عجبته. الحلقة كلها ما عجبته. حسب، انا ما بعرف اذا كان الخي من شو خلفيته، بس احنا نقول اللي مسلم يعني مسلم والقران ودستوره. نعم لا اقول له راح تنبسط زياده لانه في حلقات كثيره جايه في الطريق وما راح نزيلها من الفيسبوك، لانه شو راح يضل لنا يعني اذا شلنا كل شيء، شيل هاي وشيل هاي، ما عجبتك وما عجبتك وما عجبتك،
شو راح يضل؟ بس صورنا هيك باليافطه ما حيصير شيء، لازم يكون في مضمون، وهذا مضموننا. وعلى فكره ارجع واقول الاله اللي عم نتمسخر عليه مش اله اينشتاين، اله اينشتاين راقي دعنا نقول، اله نيتشه ايضا يعني الربوبيه، لكن احنا عم نحكي عن اله الاسلام بالاخص، واله يسوع الدلوع، وهذا اللي منزل له جدايل ولابس له القبعه واقف قدام حائط المبكه مثل المطي، هذول اللي احنا المركزين، هذا هو المسخره اللي احنا عم نحكي عنه، هاي هي المسخره الحقيقيه، وما راح تتوقف وراح تزيد وراح تستمر. يعني بي 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 من الاخر يعني الهك الخرافي هذا اله ابراهيم وموسى وعيسى وكوسى وكل هالاخوات كلها نحن جايين نتمسخر عليه، واذا كنا رجل اوقفنا عند حدنا، وكل هالصيصان اللي عم توقوق حوالي البرنامج ان كنتم رجال اوقفونا يعني، ونحن مستمرون والى الابد. كنا نقول على حافظ الاسد بايام المدرسه الابتدائيه لما كنا طلائع، الى الابد يا حافظ الاسد. وهي كمان دخلك ما كان في عراقي بالنص يعمل زيج. ما بعرف يعني، كنت اسمع هاي بس ما كنت اعرف انه الرياض كان بيناتنا. يا لو كنت معاكم الزياجة بتصير بمكبرات الصوت وكلنا معك يا وزياجة طالعة. فلذلك انا اقول ما بعرف الشيء هذا اللي طالب منا انه نزيل يلا نتمسخر على الله. السلسلة مستمرة، ومن يوم ما أول حلقة إذا تذكر أخي رياض، من يوم ما حطينا أول حلقة وطلعنا فيها بدأت الهجمة، وكل ما حطينا حلقة تزيد الهجمة بزيادة. أنا مبارح نشرت الحلقة الثالثة منا على الفيسبوك عموما، فإجا زادت الهجمة، ونحن لكم بالمرصاد ولنبيكم القذر بالمرصاد. بدي وصل خبر كمان بالضبط، يعني نحن بالمرصاد وجاي السلسلة، وراح تكون كوميدية أكثر مما تتصور، راح نتمسخر على ربك أكثر مما تتصور، وعلى دينك ونبيك أكثر مما تتصور، حتى نمحي هالدين هذا النجس هذا. هذه الرايه نفسها راح اشبهها بمعركه تبوك او موتة، يقول لك كل ما كانت الرايه راح تسقط يجي واحد ثاني يحملها بسرعه ويكفي، ما بيسمحوا للرايه انها تسقط ابدا. فانا بقول لهم للصيصان انه اعملوا اركبوا علمه في خيلكم، لانه نتمنى له دائما البقاء طبعا اخينا جان، والصحه والبركه والعافيه، لكن حتى ولو انا راح اكون وراه وفي واحد وراي وفي واحد وران، يعني هاي الراية حتظل مرفوعة مهما حدث، ما راح نخليها تسقط ابدا، حتظل الراية مرفوعة فوق. راية الالحاد والجهر والعقلانية وكل هاي الاشياء اللي عم نقولها، ما راح تنتهي. بكل تأكيد اخي رياض، بكل تأكيد. طيب عندنا مداخلة من الاخ سام، تفضل اخي سامي. اهلا مرحبا عزيزي حبيبنا تفضل. تحياتي لضيفك ابو يوسف رياض. اهلا وسهلا حبيبي، تحياتي. اردت ان اتدخل في هذه الحلقه، يعني تكلم عن السعوديه اخ ابو يوسف. تعرف الالحاد في السعوديه هي اكثر نسبه في البلدان الاسلاميه، هذه سورس اوفيسيال يعني، فهمت علي؟ نعلق على النقاط بس. الله اكبر، اصبح الناس يهربون عزيزي. انت شفت الفيديو في العراق في السوبر ماركت، واحد قال الله يتعاركون اثنين والناس كثيرين تعاركوا يعني اثنين، وواحد قال الله اكبر، تشوف الطايح والمكسر هاربين. فهمت هذا فيديو دار الفيسبوك كثير يعني، كيف صارت بالنعل، صارت القنادل تطير بالهواء بس صح الله اكبر. كيف يا ابو يوسف؟ بسمع. وي واش كم خان واجديك الناس بعد ما سمعت الله اكبر، كل واحد صارت يعني النعال تطاير من كل الجهات، النعل والقنادر، لانه متطفشين يعني سسوفيان سسوفيان. وي يعني تفضل سام. كيف يبقى واحد في دين عزيزي كلمة الله أكبر أصبحت تهرب الناس؟ طيب أنت في أوروبا، في إنجلترا، امشي المول سنت كوميرسيال واضحك مع صديق كل الله أكبر، هتشوف كم يهربوا. كيف الناس
صح ولا كيف يبقوا في دين هيك يعني أصبح بس. عام. فلهذا هو القمع في السعودية، ما يشوفوا مرأة إلا بالنقاب خير متحركة، وحتى يشوفوها والمرأة ما تسوق سيارة، والمرأة الروسية طلعوا 4 نساء للقمر. يعني السعوديين أتفهمهم هم أكثر نسبة، فهمتني؟ هذه النقطة. هذه في النقطة الثانية يتكلم شخص على الله. أوكي، أنا ما أنا آمن بنظرية التطور، لكن خليني عندما أكلم مسلم أقول له أوكي أنا معك فيه الله أوكي، لكن أنا مشكلتي كيف الله يقول يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. يعني حتى فرانكشتاين ما يقولها، يعني ما أستطيع يعني أمن، يعني الله مجرم. إذا كان هذا كلام الله كيف يكون كلام الشيطان؟ يعني باش نقول له بأن ما فيها الله، فهمت؟ الحاجة الثانية اللي تكلمت عليها هما المسلمين علمهم محمد الدنيا تافهة يعني، والآخرة فيها حور العين بكواعب أطرابة يعني تدين واقفين وغلمان مخلدون كاللؤلؤ المكنون لا ينزفون وطفلان مخلدان لا يكبران. يعني هو يوري لهم بين هذيك الحياة كويسة يعني. فالمسلم قال له تافه، هاي ليه هو فجر روحهم يا أخي جان؟ لهذا السبب لو نحو يشيلوا هذه الفكرة صدقني ما عاد ولا يفجر روح واحد في أوروبا ولا في بلاد أخرين، فهمت علي؟ هذه ومحمد هو عاش في الدنيا عنده 66 جوزة مش 13 الطبقات الكبرى، فهمت؟ تم كتاب بيفسر، و66 ملكمية عنده نساء وفلوس وكل شيء، شيخ فيها الدنيا. وفي قبل عام قال لا تقرب الصلاة عنده سكر، يعني سكر قبل عام ما يموت أقرأ أنت حطيت، قال لا تقربوا مش حرام يعني، لكن هذاك نقاش آخر. في حاجة أخرى حبيت نسأل رياض على حاجة، هو نفس المشكلة تعرض لها في فيسبوك، خاطر صديقي من زمان في فيسبوك كل مرة نبدل الكونت، ليه يسدوا ليه يغلقوا الكونت نتاع الملحدين وانا الارهابيين ما يسكروا؟ صدقني انا شفت ابو بكر البغدادي عنده كونت، يعني ما كنت يا اخي مارك اسلامي داعشي ولا اشتروه طلال، اشتراها الامير طلال بالفلوس ولا السعوديه، ما فهمت ليه. انا غلقوا لي عشرات الحسابات وعندي مجموعه اللادينيه والالحاد العالمي وكذلك صفحه، يغلقوا لي كل مره الصفحه وحسابي، يعني عشرات يعني ليه وبالرغم بان عندي يعني هويه الحق، يعني ما فهمت ليه هذا، ليه يفكر رياض حتى هو سكروا له كثير يعني اظن في فيسبوك حسب شفت تعليقاته، ليه السبب يعني يظن هذا، فهمت علي؟ والحاجه الاخيره خلينا نكملها، جست انتم انا شفت مؤامرات ضد الجهر بالالحاد حبيبي، ما تعطوهم قيمه، هما ملحدين مسلمين، هم صيصان، هم صيصان، ها هم صيصان يوقوقون. تعرف الصوص لما يوقوق امام الفارس الخيال الراكب على فرسه بيجي صوص هيك من الصيصان لبولي. انا من اول عندي مجموعه ملحده، فمن اول الناس اللي بحثوا لي هذا الملحد السعودي بعث لي قال لي يعني على الجهر الحاد ما اعرف حد يعني يعمل حمله، فهمت؟ فما تخل ما يهمكم فيه يعني، تكمل وخلي الكلب ينبع على الماشين احنا نقولوا بالتونسي، فهمت؟ يعني سينو مش حاطه، هما وراهم ناس اقوياء، ما نقول لك ولا تقلقهم الجهر الحاد، ليه ما يعني ما هاجموا اسماعيل، ليه ما هاجموا الاخرين يعني جسور، ليه ما يعني الا الجهر الحاد وجحم، بدأ تجحم يا جان صدقني، ليه السعودية عملت كل شيء بتسكر لك وما استطاعت، وكتبوا في الجرائد وانا قريت في الجرائد في الانترنت، فلهذا يعني بانه يقلقهم ويتقلقهم، فحطوا لكم واحد ملحد ولا اثنين حيعملوا لكم اشهار للجروبات الاخرى، فدير بالكم وما يمكن فيه وخلي الكلب يبع الماشينه. ولا يهمك ولا يهمك اخوي، يعني نحن مثل ما قلت انت القافله تمر، ومثل ما قال اخوي احمد نحن نحب الكلاب ولا نريد ان نسيء لها. يعني انا بربي رياضي جاوبني على الفيسبوك، لي غلقوا له يغلقوا لي كذلك، واخرقوا لك حتى الدجان، ليه مش الارهابيين وبخر هذا السؤال حبيت يجاوبني، الله يخليك. شكرا اكيد اكيد اخي سام، شكرا كثير لك حبيبي، شكرا ميرسي بوكو ميرسي. تفضل الرياض.
شكراً عزيزي، وتحياتي أيضاً للأخ المشترك. وأقول أن بالنسبة للفيسبوك هي مصالح ماركتينج ومادية بالدرجة الأولى، وأعتقد أن مارك ربما يكون أحد البروتستانت المتشددين أو قد يكون داعشي في القلب، ومارك يبحث عن مصلحته قبل كل شيء. لكن أنا كتبت لهم للفيسبوك لأنهم أغلقوا حسابي، ربما يعني فقدت كم مرة الآن، يمكن 5 6 7 مرات لا أعلم، يعني أغلقوها كثيرا. وكتبت لهم قلت لهم أول شيء أنتم راح أتهمكم اتهام مباشر أنكم تساعدون الإرهاب وأنكم مع الإرهاب، وراح أكلم الممبر أوف بارلمنت. ممبر أوف بارلمنت يعني عضو البرلمان اللي يمثلني في البرلمان في كندا، وراح اكتب حتى لعضو البرلمان اللي في انجلترا باعتبار انه ايضا من جنسيه البريطانيه، راح اشعللها فوق راسكم وراح اخليهم الناس كلهم يعرفون كيف انه الفيسبوك داعشيه اسلاميه. وبعدين رجعوا فتحوا الحساب مره ثانيه، يمكن ما اعرف يمكن اثرت فيهم. وبعد مرور بضعه اسابيع تستمر طبعا دائما الحملات الصلعوميه في التبليغات والشكاوي، ورجعت حليمة لعادتها القديمة، وكأنما لم نقل شيء وكأنما لم يحصل شيء. فهذه مثل ما تفضلت مصالح، لأن عددهم طبعا الصيصان عددهم أكثر بكثير، ومصالح مادية، وتتبناهم السعودية، تتبناهم معرفة ما لا أستطيع أن أقولها، لكن الكثير من هذه الأسباب والمسببات. فهذا بالنسبة للفيسبوك. أما بالنسبة للأخ جان والجهر بالإلحاد، فأنا شاهد رأيت هذا الشيء بنفسي، الحملات التي تشن ضده للأسف. هذا فقط لأنه إنسان شريف، وفقط لأنه إنسان يجاهر بالحق ويجاهر بالخير، ولكن نحن معه، لأننا إن وقفنا معه لا أحد سوف يتمكن من النيل من هذه القناة الشريفة، لا أحد سوف يستطيع أن يتمكن منها لأنه نحن معه. وللأسف لو حصل شيء نحن سوف نستمر ونعيدها له معززة مكرمة مثل ما ابتداها أول مرة وأفضل، والقناة تنمو ونتمنى لها النمو والاستمرار ودائما نحو التقدم ومزيدا من الازدهار. تحياتنا طبعا للقناة الجميلة هذه جان، وأنت على رأسها حبيبي. حبيبي حبيبي رياض، حبيبي رياض، بصراحة مثل ما قلت يعني نحن مستمرين، يعني وقفت القناة مليون قناة، ومثل ما أنك شايف يعني صار عنا نبع من القنوات، وما بيهم إذا قناة واحدة تسكرت ولا قناتين تسكرت، بدل القناة رح نفتح 20,000 قناة، واليوتيوب يعني موجود، إذا سكرت القناة فنحن ممكن نفتح 20 حساب، يعني يعني شيء مفروغ منه، يعني شو هو حساب عم يتسكر. وحتى إذا وصلت المرحلة شافوني وقتلوني، يعني طز، يعني شو الشغلة العظيمة، واحد ومات. أنا مستعد أستشهد الله في سبيل الملحدين، يعني أعطي دمي في سبيل الملحدين، وما في أي مشكلة، وأنا أموت وأولادي يموتوا، ولكن في النهاية الحق رح ينتصر. هالخرافة هاي اللي دمرتنا رح ندعسها تحت أقدامنا، وإرهابكم رح ندعسه تحت أقدامنا، ولحية نبيكم القذرة رح نحطها تحت أقدامنا. صحيح كهي، وسلامتك طبعا بعد الشر عليك مثل ما بيقول. تسلم تسلم يا طيب. في الأخ ديانا أظن بعثت لي رسالة، بصراحة أنا ما عم بقدر مع الرسائل، ما عم بعرف وين عم بيصيروا. هون عم تقول يا ريت أعرف هل كان لفترة الاحتلال العثماني أثر في ترسخ الدين، وما هو وضع الإسلام في تلك الفترة؟ لولا البرامج التي تعملوها لم نجد نحن متنفس لأرواحنا السجينة داخل مجتمع إسلامي لا نستطيع فيه التحدث والإعلان. ألف شكر وكل المحبة لكم. بس إذا في عندك أي شيء تقوله عن الفترة الاحتلال العثماني في ترسيخ الدين الإسلامي طبعا، تفضل. لا أعتقد أنها رسخت الدين الإسلامي، ولو هي بحاجة إلى بحوث أكثر في هذا المجال، وأنا حاليا أفتقر إليها. لكن أنا أقول وأردد ما سمعته من الجيل القديم، من على أيام جدي مثلا، وجدي يحكي لي ما سمعه من والده في أيام العثمانية. أقول لك بأن والد جدي، يعني مش جدي بس والد جدي، فرح كثيرا بدخول البريطانيين
المستعمر الجديد، هو البريطاني المستعمر الجديد، لكن فرحان بشوفت أبو ناجي أبو عيون خضر على العثماني، بحيث أن الشعب مسلم ولكن الشعب مستعد، كان يعني وصلت فيه المواصيل إلى درجة أنه مستعد يحط إيده بإيد الأجنبي النصراني ضد العثماني أخوه في الإسلام، لدرجة بشاعة هذه الفترة وهذه الحقبة العثمانية. الأكراد عانوا منهم الأمرين، الآشوريين عانوا منهم أيضا، الأزيدية عانوا منهم كثيرا، الأزيدية هذول حتى الآن بحكم الديانة، وكل يعني حتى المسلم قبل الغير مسلم عانوا من، لأنه همجية، العثمانيين مثل الهمج صراحة. فلبناني أيضا التقيت باللبنانيين عانوا الأمر، السوريين عانوا كثيرا، كلنا عانينا من هذه الفترة، فترة الزفت العثمانية. فلا أعتقد أنها تركت إيجابيات، بل أعتقد كلها أغلبها، دعنا نقول أغلبها سلبيات، وأحتاج إلى بحوث أكثر في هذا المجال. أنا فقط أنقل ما سمعته من الجيل القديم، ما سمعته من روايات وقصص، ما بعرف شو رأيك خي جان. بصراحة أخي رياض، يعني أنا برأيي أنه كل حكم إسلامي له جزء من يعني مساهمة في ترسيخ الدين. يعني البطش، يعني البطش العثماني كان بطش حقير إلى أبعد الحدود، يعني هم من اخترعوا الخازوق وكلنا نعرف الشيء هذا. فكل دولة إسلامية يعني على مدى التاريخ، من أول ما بدأ لما اندفس محمد، اندفن وحطوه بالأرض، وبلشوا بما يسمى الخلفاء الراشدين، العصابة هاي، إلى العثمانيين، الخلافة الأخيرة اللي سقطت، كل الدول اللي قامت يعني كان أسلوب البطش، كان أسلوب تطبيق الإسلام وتطبيق البطش الإسلامي هذا. فهل البطش هذا هو اللي رسخ الدين الإسلامي وقدس الخوف عند في نفوس الناس؟ يعني هلا بس بثقافتنا كلنا بنعرف، يعني بيقول لك اللي ما بيخاف من الله خاف منه، يعني الخوف شيء مقدس، صار شيء مقدس، يعني الخوف صار شيء أخلاقي بالنسبة ل من وراء بطش المسلمين بالناس. يعني برأيي كل دولة، كل دويلة قامت، كل منظمة ساهمت في ترسيخ الإسلام، أو خلينا نقول تقديس الإسلام بالقوة في نفوس الناس. وحتى وصلنا لمرحلة الناس ما بقت تسأل، يعني الناس ما بقى لما بقول لك ما بتخاف من الله بيهاجمك، ليش ما بتخاف من الله؟ فيعني كلمة الخوف، إذا ما بتخاف بيهاجموك بيقتلوك. يعني أنا مستعد بصراحة، يعني إذا كنت جالس في مجلس، خصوصا مثلا بحارتنا نحن، خلينا نقول بمستوى شعبنا في الحارة الضيقة، إذا بتناقشهم إذا ما بتخاف من الله، كلمة الخوف إذا ما بتخاف بيقوم بيقتلوك بنفس اللحظة، يعني ما عنده في مشكلة، يعني احتمال يتشاجروا معك وهالشي جار يؤدي إلى قتلك، يعني ما عنده المشكلة. رايت موجودة حتى في مخافة الرب يسموها في النصوص القديمة، التوراة والمسيحيين، وهم هؤلاء مشتركين في هذه مسألة المخافة والخوف. طبعا هنالك تفاسير مختلفة لكلمة ما معنى مخافة الرب، ولكن عموما أن يكون الرب متسلط عليك. الشيء الجميل في الملحد حر، شوف طبيعة الملحد، هو إنسان حر. نحن نرفض السلطة، نحن نرفض السلطة، حتى السلطة الملكية، يشوف هي رغم أن الملكية سياسية ربما ما لها علاقة، لكن الملكية أيضا في بعض الدول تمثل رأس الكنيسة، في هذه مثل بريطانيا الملكة إليزابيث تمثل رأس الكنيسة الأنجليكان تشيرش. لكن الملحد لا يحب السلطة والتسلط، الملحد يحب الإنسانية والحرية، الحرية المضمونة التي تضمن الحقوق، عارف كيف؟ إن كانت هذه السلطة توفر هذه المبادئ اللي احنا نتفق معهم، اهلا وسهلا، ما عندناش اي مشكله. لكن عموما نحن نكره، لا نحب احد ان يتسلط فوق رؤوسنا، والديكتاتوريه هذه مرفوضه رفضا تاما عندنا. فما بالك بالسلطه الالهيه التي هي تشبه، نحن نسميه صدام حسين الكوزموس،
هذا الإله ما شنو يعني صدام تلميذ عند الله أو الأسد تلميذ عند الله، فهذا الله كلش قاسي، ونحن لذلك نرفض هذه السلطة ولا نخاف، بالعكس أنا قلت لك وجان أول الناس إذا إحنا مكتوب علينا مثلا جهنم أهلا وسهلا، نحن رافعين رأسنا بشموخ ويشرفنا جهنم، يعني هذا هذا هو. نحن لها، نحن لها. أخي رياض أنا آسف طولت عليك كثير يعني، لا بالعكس، ناخذ سؤال أخير وبعدين نختم الحلقة. آسف كثير خدمتك. لا ولو أنا مبسوط، مبسوط كثير طبعا، ما بشعر بالوقت، ما بشعر بالوقت صراحة. صدقني أخي رياض أنا ما حسيت إنه صرنا ساعتين تقريبا على الهواء، وأنا يعني مثل ما بقول ورايح فيا ومندمج بالحلقة وحديثك كثير ممتع. أنا لا يعني أنا متأكد الحلقة القادمة في يلا نتمسخر على الله سريعة 3 ساعات. طيب خلينا ناخذ باقة، باقة عم يقول باقة راوند عم تقول أو عم يقول تحية لكم أحبائي من شاب، آسف عم يقول من شاب جزائري عانى كثيرا من الإسلام، وبفضل العقل الذي وهبتني الطبيعة مع مساعدة البرامج التي تعمل بجهد لفضح هذا الدين العفن الشيطاني، وأشجعكم للمواصلة في فضح خزعبلات الأديان التي دمرت حياتنا وخربت عقولنا وجعلتنا نكره الناس ونرى الحياة سوداء. وأتمنى من الأخ رياض أن يواصل في فضح دجل دعاة العجز العلمي، وخصوصا ذلك الدجال هيثم طلعت الذي يدلس ويكذب على الناس بكل وقاحة. أنا بشكرك كثير أخي باقة راوند. بصراحة أنا في عندي كلمة قبل ما أعطيك الكلمة يا أخي رياض، إنه يا جماعة الملحدين يا جماعة الخير، كيف تسمحوا لنفسكم تعملوا من هذا هيثم النكرة هذا يعني بصراحة ما في أوصاف، تساو منه شيء يعني، تساو له قيمة أصلا يعني. تفضل أخي رياض. هو عموما واضح انه هو جربوع يعني، هذا لا يختلف فيها اثنان، حتى في مسلمين يعني يعرفون انه هو جربوع ومهرج، لكن ما كان الهدف من المناظره انه تعالوا يا ناس شوفوا هي هاي النماذج اللي انتم تفتخرون، يعني هذه هي النماذج اللي عاملين لها هيصه وزنبليطه، بحيث انه انا اخذت معه اسلوبي اعتقد، وهذه بشهاده الذين تابعوا المناظرة، أسلوبي كان جدا راقي ويعني مثقف وهادئ جدا أثناء المناظرة، بينما هو كان مثل العلمة المصرية، شايف العلمة اللي حاطة براسها هاي وتعمل لك هذا أسلوب هاي، وكله كذب وكله يعني ما أعرف، يأخذك للبحر ويرجعك عطشان. ومن هذا المنبر أشكر أيضا الأخ هشام كافر مغربي، لأنه أخذ على عاتقه أن يفضح من بعد المناظرة، يفضح كل العيوب والسلبيات التي وقع فيها طلعم على وزن، احنا سميناه طلعم على وزن صلعم، وقع فيها طلعم سكليتل، هيثم سكليتل، جلدة الحنفية كلهم مستلميه. لا كوزما كوزما كنت اللي برضه يعني انت بتقولها رائعة يعني. الكوسما لوجيكال كونسيتنت. هذه لازم يسووا لي عليها بيب اثناء، لانه هاي تعتبر شتيمه، كسمه لوجيكال كونسيتنت، وكله كذب وكل يعني لف ودوران. فلذلك نحن بس حبينا نقولهم يا مسلمين، ليس الهدف من المناظره انا اتغلب او انا لا، انا بس جاي اكشف، انا بس جاي افضح، انا ما جاي غير مهمه اخرى غير انه شوفوا تفضلوا هذا احسن ما عندكم. ورغم ذلك ومن بعدي طبعا احمد حرقان برافو مسح في الارض لهيثم بالمفعل، كان في مناظره من بعدي مع احمد حرقان، فمسح في الارض صراحه لذلك الجربوع. فهذا كل ما الغرض كان، هذا هو غرضنا. بالنسبه للاخ الجزائري طبعا نرحب فيه ونقول له هذا اقل ما ممكن نحن ان نقدمه لكم، يعني هاي مجرد نقطه في بحر، ونحن نجرب ونعمل اللي علينا، وطالما أنتم معانا نحن مستمرين. طبعا نحن من غيركم
لا نستطيع الاستمرار، لكن أنتم البركة فيكم يعني إذا تنطون التشجيع أنه نتواصل، وأشكركم على هذا التشجيع، وأشكركم على يعني رقي ذوقكم، وأنا معكم بالحلوة وبالمرة، وأعتقد جان نفس الشيء. بكل تأكيد أخي رياض، يعني أنا أتشكر الأخ باقم راوند على التشجيع، وبصراحة يعني نحن اللي نحن بشانكم، يعني نحن أنتوا أهلنا وناسنا، وحتى المسلمين المغيبين الضحايا هن بالنهاية هم أهلينا. يعني لما نحن نتمسخر على الله، نحن ما عم نتمسخر عليهم، هن ما عم نتمسخر على أهلنا، نحن عم نتمسخر على هالخرافة هي اللي دمرت أهالينا، اللي سوقت سمعتنا بكل العالم. الإنسان الشرقي صار منبوط، صار إرهابي، صار وضيع، صار متسول، صار كل هالسخافات هاي. الإنسان الشرقي صار يعني خارج العصر بصراحة، يعني من وراء هالخرافات هاي اللي نحن عم نتمسخر عليها. نحن لا ما عم نتمسخر على أهالينا، بالعكس أهالينا بنحطهم على راسنا وعلى عيننا، ولكن هالخرافة هاي رح ندوسها. يعني الإله هذا اللي انتو عم تطابزوا له كل يوم 5 مرات وتصلوا له، نحن دسنا تحت جرينا. مضبوط مضبوط. افيقوا افيقوا يا اهلنا يا ناسنا، افيقوا، انتو عم تعبدوا خرافة، انتو عم تعبدوا وهم. بهالوهم دمرتونا ودمرتوا مستقبلنا. لك تشوفوا الاطفال، اطفال سوريا يا حرام، واحد شو يحكي ما بعرف يعني بصراحة. وحط حاله بهالموقف هذا، صديقي جاري كلهم صار فيهم هيك، يعني الحارة حارتي انا اللي انا منه دمرت ما بقت اطلال، يعني فما تمشي منه نهائيا، حجر على حجر ما بقي. الاطفال اللي ماتت، طيب يعني الواحد بحسب اطفاله يعني، وكلها من ورا شو؟ من ورا خرافة. يعني الحلويين بده يستلموا السلطة بالقوة، هن اتباع علي بن ابي خرع، والسنة بدهم يستلموا السلطة بالقوة، هن اتباع عمر الخازوق. ويعني شو بدكم بعدين افيقوا افيقوا افيقوا، يعني نعم. دين دمار، دين خراب، دين ما نعم، يعني يعجز الوصف عن اللسان عن الوصف بصراحة. يعني ونحن نعاني أيضا في العراق من تخلف المذهب الجعفري أو المذهب الشيعي للأسف. هم على الأقل لو يقومون بهذه الطقوس والشعائر الدينية بينهم وبين نفسهم بالختلة كان قلنا معلش، بس المشكلة أن يذيعونها على الأقمار الصناعية. يعني أنا صرت أستحي، صرت أخجل أني أفتح القناة الفضائية العراقية مثلا وقت عاشوراء تشوف أشياء. ذاك اليوم واحد فيديو لشيعة يزحفون على بطونهم زحفا متوجهين إلى كربلاء، كربلاء محل ما هو طبعا معروفة كربلاء، ويبثوها بث، هاي عيب يعني، هذه فشلتونا قدام اللي يسوى واللي ما يسوى. حتى الأعضاء في الحكومة تشوف الوزير قاعد يلطم الوزير، أو قاعد شايل طنجرة قيمة ورز وعم بيوزعها على المواكب الحسينية، ولمربي له لحيه وطالع شكله كانما طالع من الطهاره من الحمام. ف يعني هذه نريد نخلص من هذه النماذج، نريد نشيل هذا الجهل ونبدلها بالنور. مش هو المثل بيقول لك العلم نور؟ هذا هو اللي احنا عم نطالب فيه، العلم يا جماعه، العلم الحديث، فيزياء، كيمياء، كوزمولوجي، اي شيء تحبه، بس المهم خلصونا من هالجهل. كوزمولوجيكال كونسيتنت. على فكرة هي عم بتزيد هاي، يعني كل ما يطلع حلقة وكل ما يطلع برنامج عم بتزيد اللستة، عم تطول اللستة اللائحة. ذاك اليوم هو عم بيتناظر مع أحمد حرقان بده يقول لك نوام تشومسكي، بتعرفوا لنوام تشومسكي البروفيسور اللغوي؟ طب دخلك كيف قالها؟ نعوم قالها هيك بالحرف، بالإنجليزية الفصحى، ويقول نعوم تشومنسكي. مين؟ نعوم تشومنسكي. تشومنسكي يعني يمكن لو نعوم، لو تشومسكي سمعوا عم بيلفظ اسمه بهالطريقة كان شال النعال وحذفوا فيها. لك شو تشومنسكي؟ لك خزيتنا، حتى اللفظ ما بيعرف يلفظ. هاي المسلمات الإسلامية للأسف الشديد أخي رياض، هاي وأمثال هذا الحشرة، هذا هيثم طلعت ولا غيره ولا، يعني أنا بتحدى هيثم هذا البطيخ هذا يجي يثبت إنه محمد نبيه على خلق عظيم، يعني ف ما يجي ضرب لي
تفضل. ضرب له حديث قال لي: ألم تسمع بالحديث عندما كان الجيش عطشان فراح محمد منزلهم المي من بين أصابعه؟ طبعا أنا حتى ترقيت أني أجيب، لأنه قلت خلي الناس تضحك، يعني هذا عم بيفضح نفسه. قلت له: مش المي، مش المي اللي عم ينزل من أصابعه، هذا النقص والوسخ اللي موجود بين أصابعه هو العرق اللي عم ينزل من أصابعه، مش مي. يا ريت لو كان مي، يعني كله تلاوات. يا حيف يا حيف يا حيف، مثل هالقازورات هذول، مثل هالبهائم هذول اللي متحكمين برقاب الناس وبمستقبل الناس ومنيميهم بالخرافة، حتى صار فينا اللي صار للأسف الشديد. أخي رياض، أنا بتشكرك كتير كتير على الوقت الطيب اللي عطتنا إياه. إذا في عندك أي كلمة أخيرة تقولها تفضل. أنا بس بتشكرك ومبسوط كتير، دائما برامجك حلوة وممتعة، وأتشكر ضيوفك وكل اللي اشتركوا معنا في المكالمات والتكست والشات، وانبسطت كتير صراحة، وأرجو نكررها دائما، نكررها في الفرص القادمة، وشكرا. بكل تأكيد أخي رياض، بكل تأكيد، وقلنا لقاء قريب كمان، يلا نتمسخر على الله. رقم 4 جاي على الطريق، وراح نحضر له هيك شوية خرافات على شوية خزعبلات حلوين نتمسخر فيها، مزبوط، على دينكم المسخرة، التافه، القذر، الإرهابي، النجس. يعني لنا لقاءات، وخلي هجوماتكم قد ما تقدروا هاجموا، لأنه بهجوماتكم زادوا المتابعين بصراحة، يعني مبسوطين على الشغلة هي، يا ريت تهاجموا أكثر وأكثر. أخي رياض، شكراً كثير لك، وشكراً كثير لكم أصدقائي، وأنا آسف إذا في أصدقاء ما قدرت أقرأ تعليقاتهم أو ما قدرت يعني أتجاوب، آسف كثير، يعني الشباب كثير علقوا، فلذلك يعني بعتذر مرة أخرى. شكراً لكم، وشكراً لك أخي رياض، إلى اللقاء في حلقة شكراً قادمة. إلى اللقاء، تحياتي، شكراً.